معونه وبتشوفوا اكثر من هيك؟ صحي وسريع. اول شيء بدي اقول لك انا من وراك ضعفت 14 كيلو. اوكي ثانك يو. وقلي ثاني على نفس الوزن ستيبل. بس اللي عم بيصير معي هو سؤالي لك انه قلي شهر زايد اكلي هالصراحه. صحي وسريع. ما بتتخيلوا قدي بيهمني انه تعملوا فحص دهن اليوم وتعرفوا حالكم، وخاصة كل ام خايفة على اولادها. هلأ جاية العيد وبدنا بفترة العيد مش نقعد ناكل. هونيك كتير اشتقنا لك، كتير صرنا فترة ما منتبعك، منحييكي من نابلس من فلسطين وكلنا منحبك. شو هالجرس سكوب هيدا يا عمي؟ شو هيدا؟ برافو. عندي دوغ عرسو يعني توينس هنة بيجد يأكل عادي مع أنه بيشرب من هيدا الحليب وأكله عادي، ترويقة غدا وعشا وسناك. بتكون تغيروا نمط حياتكم، بتكون تتعلموا كيف تاكلوا اليوم وبكره وبعد 10 سنين، كل سنه في راس سنه، كل سنه في عيد الميلاد، فاللي حابب يضعف يضعف اليوم قبل بكره. حقونا على ستوريز على الانستا وعلى الفيسبوك لحتى تشوفوا عن جد عن جد عن جد كيف فيكم تعيشوا على طريقه صحي وسريع. صحي وسريع مع مونيك باسيلا زعرور، كل جمعه 12 الظهر على جرس سكوب. صحي وسريع. بونجورنو، بونجور، بونجور. كومون سافا لليباني؟ كيفكن؟ كيف صحتكن؟ جو جرجيس كيفك؟ جو جرجيس يمكن أكتر مخرج بالعالم تشتغل، ما بحياتي شفتك جاي وما عم تعمل شي عطول ستريسي وعم تشتغل وعم تعمل وعم تعمل أديتينج. يعطيك ألف عافية عن جد. فبرحب فيكم مستمعينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج صحي وسريع، معكم أخصائي التغذية مونيك باسيلا زعرور. 03-98-91-99 هذا الواتساب تبعنا، و 0595-8885 رقمنا. سمعوني صوتكم وياريت بقدر أعرف كم حدا في جديد عم بفوت على الخط بيسمع صحي وسريع على جرس سكوب. وإذا بتحبوا البرنامج أنا كتير بهمني، مش شوي، كتير 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 أنكم تكونوا عم بتقولوا لجيرانكم وجيران جيرانكم وجيران جيران جيرانكم يسمعوا صحي وسريع، لأنه بكل تواضع بعتبر أنه هيدا أكتر برنامج له ثقة بعالم التغذية، وأنه أنا بأكد لكم وبتحلف لكم أنه ولا مرة بتاريخ طلعت على الراديويات أجمع اخترعت خبرية أو قلت جواب بدون ما أكون صادقة وموثقة المعلومات 200%. فإذا يكون ما يمجلد وقت بتسألوا سؤال، لأنه يا بعرف جاوب وبعرف أكيد أني جاوب، أو بقول لكم I don't know، عنديها مش مشكلة أبدا وقتها ما بعرف. فشو بدي أخبركم، شو بدي أخبركم، شو بدي أقلكم عن عالم التغذية، وكيف بدي أخبركم قديش عم بينكتب مقالات عن النصاحة والبدانة، وكيف عم تضرب العالم أجمع أجمع أجمع، وقديش قديش العالم عم تاكل بطريقة غلط، قديش جسمنا ما بقى يعرف شو عم ناكل، قديش عم نبعد عن الطبيعة بشكل مش مزبوط. فإذا كنتوا كلكم عم تسألوا حالكم كيف عم ننصح هالقد وليش عم ننصح هالقد، في مش سبب، في مليارين ألف مليون سبب. أكيد الجان له سبب، وقديش نحن مين له سبب، بس ما في شك انه شو عم تاكلوا، نوعية الاكل اللي عم تاكلوها حتى لو كانت هي ما فيها كتير وحدات حرارية، قديش وقت تفوت على جسمكم عم بتخربط اشياء على المدى الطويل عم تدفعوا حقها كتير كتير غالي. وهلأ الدراسات العلمية كتير عم تحكي عن المحليات الاصطناعية، كيف انه وقتها هي عم تتاخد يلي هو الجسم اجمالا ما بيفهم يتعامل معه، عم بتفوت وعم بتخربط كتير اشياء بجسمنا ومنا الخلايا على المصران. وعم نشوف انه الاشخاص اللي بيشربوا كتير مشروبات غازية دايت على الاجمال بعد مدة كتير طويلة عم بيصيروا كتير ناصحين. فاذا كنتوا من هالعالم من ضحايا الماركتينج او الترويج الخاطئ بعالم التغذية واللي بتلاحقوا الكلمات البلا طعمة، فانتبهوا كتير على حالكم، لانه صحيح يمكن وقت بتشربوا مشروبات غازية هلأ ما عم بتعلي نسبة السكر بالدم، ولكن عم بتخربط كتير اشياء بالجهاز الهضمي يلي على المدى الطويل عالم كتير عم تدفع حقها غالي. فشو عم تاكلوا، قديش عم تاكلوا، قديش عم تتحركوا، قديش عم تطلعوا وتنزلوا، كتير كتير لهم تأثير. ويا ويلنا يا ويلنا
ويلنا يا ويلنا وين رايحين. وقت اليوم أنا بيجي لعندي أولاد عمرهم 10 سنين و 12 سنة أوريدي صاروا شايفين 3-4 أخصائي تغذية وضعفانين شي 3-4 مرات. وين لح يصيروا وشو لح يصير فيهم على المدى الطويل؟ علما أنه كل مرة بتعملوا رجيم لح ترجعوا تنصحوا أكيد حتى لو عنا، لأنه إذا ما تغيرتوا غيرتوا عويتكم كلكم بالبيت 99.99% الإنسان لح يرجع يرد الوزن لضعفه. فبليز بليز 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 اليوم قبل بكرة بعتولي كلمة فات تاست وخلونا نساعدكم حتى تتخلصوا من عويتكم الغلط، تاخدوا وقتكم تتغيروا حتى تضعفوا مرة واحدة وما ترجعوا تنصحوا. Forget the diet and live صحي وسريع، انسى الرجيم وعيش صحي وسريع. طبعا اتصالاتكم المباشرة على 0595-8885 ناطرتكم، والواتسابات اللي بلشت تنهمر على الواتساب تبع الجرس سكوب على 0398-919. أنا قبل ما بلش أقريلكم بتمنى عليكم كل شخص عنده خوف إنه ينصح وعم بيقول يلا على السنة الجديدة ببلش أضعف، بليز بعتولي هلأ كلمة فاتست. عاملين أفرات كتير حلوة لأنه كتير بهمني العالم تبلش اليوم تعمل رجيم قبل العيد لحتى نعلمكم كيف تعيدوا وتاكلوا وتشربوا وما تقفوا شيء، وبذات الوقت يمكن تضعفوا أو على القليل تبلشوا السنة ما يكون عندكم تكاثر بالوزن بهالشهر. فأنا بفضل أنه اليوم تبلشوا قبل بكرة، خاصة كل أم بفرصة عيد الميلاد مش عارفة إذا ابنها أو بنتها لازم يضعفوا لازم يعملوا ينتبهوا على أكلهم، يبعتوا لي كلمة فحص دهن أو فات تست حتى نعرفكم على الأخصائي التغذية بدون أي كلفة، ما في مصاري ما في شيء، بس ابعتوا لي كلمة فات تست على 0398-919. معي اتصال. ألو ألو بونجور بونجورين مونيك، معك مريم. اهلا مريم. اول شيء انا بدي اقول لك انه انا بنطر لاطلع بالسياره تسمعك، انا كثير بصدقك خي، كثير مقتنعه بكل كلمه بتقوليها وكثير طبقهم ببيت عندي ولدي شي خي. بس بدي اقول لك شيء، انا اكلي كثير صحي وبعمل سبور، اللي بعمله هو يوغا. يعني بعمل شيء مينيموم 3 مرات بالاسبوع. برافو. واولادي كمان عم سجلتهم سبور، بيعملوا بنادي بيعملوا بول يعني. برافو. بس عندي مشكلة انه انا عامل جسمي، ما بعرف اذا بتقبليها، كعامل بلوك ما عم بضعف. قدي وزنك؟ اضعف وزني 66. وقدي طولك؟ متر و 63. وانت كل عمرك 66 او كنت انصح؟ لا انا كنت اضعف. اوكي. بس عم بنسى، ما بعرف اذا هو واحد وقتها يقبل بلش يغير فورم. يعني قدي عمرن ولادك؟ الكبير 12 سنة. وقدي كان عمرك، قدي كان وزنك وقت تجوزتي؟ 55. لا مش مفروض تنصحي هالقدي، بس انه انا باكل اكل صحي، انا بطبخ كرمال ولادي. بس هيدا الشيء التغير صار هلا؟ يعني انت هلا صرتي تاكلي صح؟ مرقتي بفترة خبصتي باكلك؟ وي، بس انا لي شي سنتين باكل اكلك يعني ماشي. بس صار لك سنتين، بس صار لك سنتين 66 كيلو ما انصحتي. وما بنزل. ايه لا، بدك تضعفي، بدك تعملي يعني تضعفي، بدك يا تعملي سبور اكتر. يعني اللي عم تعمليه يلي هو كل العالم بتفكره، تضعفي بدك تضحي، عرفتي؟ بس حتى التضحية بدها تكون متوازنة، انه تضلك تقدر تضحيها كل حياتك، لانه اذا ضحيتي وجعتي كتير وضعفتي للستين ورجعتي تاكلي عادي لح ترجعي تنصحيهم. ففي انا عطول بقوله هيدا المثل، انتو جايين تاخدوا صليب، يعني لازم تاخدوا صليب، بس هيدا الصليب بتكون تقدروا تحملوه كل حياتكم، مشان هيك لا بده يكون كتير تقيل لانه بيكسر لكم ظهركم ما بعد فيكم تحملوه، واذا كان كتير خفيف منه صليب. فانت بدك تنتبه على اكلك وبدك تعمل رياضة، يمكن اليوغا بتعقد مش انه منيحة، بس لازم يمكن تعمل نوع تاني معه، تعملي مجهود اكتر تتنزلي هتلاتة اربعة كيلو الحبة تنزليهم. اوكي. بعتيلي كلمة فات تست، خلينا نبلش هلا اليوم قبل بكرة. أوكي. انت وين عايشة؟ لان احنا عنا 5 عيادات، انت وين؟ انا بالحزمية بالاشرفية، اقرب شيء او المزرعة لك. اوكي. كرم عيونك، مرسي، ينعاد عليك يا رب. Thank you. باي باي. معنا واتساب من رقم ببلش ب995. في حدا عم بيدقلي جو، ليه عم بيدقلي على رقم عادي مش واتساب؟ كمان بدك تدق على 0595
8885 هيدا الرقم الواتساب ما بقدر اخذ منه اتصالات، لكن 0595888 995 هذا اي بلد. anyway عم بتقلي هاي مونيك، انا بنتي عمرها 11 سنه وعم بحس انه اكلها زايد شوي اكثر من الاول مع انه جسمها منيح ومن ناصحه، هل هالشي طبيعي بهالعمر او تحتاج كميه ازود شوي من قبل؟ اكيد مدام، اكيد بهالعمر عم تنمى، طبيعي جدا 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 انه تطلب الاكل، او كمان بتكون عم بتحضر انه بدها تجيها الدوره الشهريه. توضحي لنا بشكل عام شو بيصير عند البنت بالنسبه للاكل لما بتنقل من الطفوله لمرحله البلوغ، شكرا بحبك كثير. طبيعي مدام طبيعي، اذا انت تضل عينك عليها، اذا عم تاكل كانت تاكل صحن فاصوليا صارت عم بتحب تاكل صحن ونص، مهم انه حركتها تضل منيحه، ومهم انه وزنها يضل منيح، وتضل عم بتكون يعني عم تلبس الزيت العمر اللي هي عندها فيه، ما في اي مشكل ابدا ابدا ابدا. معي اتصال. الو بونجور. بونجورين ربيع معك. ايه ربيع اهلين. انا عمري 28 وطولي شي 1.80 نعم، بس انا صراحة يعني بالعربي المشبرح درسي طيب كثير كثير بحب الاكل. اوكي صرنا اثنين، شو المشكلة؟ قدي وزنك؟ انه صار وزني 92 وانا يعني بشتغل سيلز 3 ارباع نهاري بالسيارة وهيك. هلأ انت اليوم بالشغل جايب معك اكل لتتاكلون على الغدا مثلا؟ صراحة أكلت برا يعني تروقت لحم عجين. إيه وشو مستنظر يصير معك ربيع حتى ما يزيد وزنك؟ يعني أنت شو عم تعمل حتى ما يزيد وزنك؟ عم جرب أمشي من وقت للتاني، أطلع دراج، بس ما كتير فيها الفري تايم يعني لحتى أقدر أخذ راحتي، عرفتي؟ تشتغل من أي ساعة لأي ساعة؟ يعني إذا بدك 8-4:30. اوكي بعد 4:30 شو بتعمل؟ عندك عائله يعني مجوز؟ لا خاطب وعندي رفقه وهيك. وحياة الله وهيك. يلا شو موضوع مين يعني نحن بنقول لك تعرف شو بدك مارجربي ب 22 شهر طلع لعنده بركي بيعمل لك شيء عجوبه، شو بدك يعني شو المستنظر يعني وهيك وارجيله حسيت يعني عرفت انه ايه كمان ايه صلي قد ما تصلي قد ما حتضعف. بدك تعمل مجهود، بدك تعمل رياضه اليوم وبكره وبس تتجوز ويصير عندك اولاد والحركه وتاخذ معك اللانش بوكس حابب لانه بتعرف شو ما حقول لك خبرية من الآخر، هالتنين وتسعين حتترحم عليها بشكل يعني لا حن... ولوحد ريت يعني وأكيد أكيد أكيد أي 100-105-110 إذا 28 سنة وهيك يعني بلا لا إذا بدك تنتبه على حالك بدك تقوم كل يوم تلف ساندويشاتك ما تشتري من السوق أبدا 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 أبدا، تاخد معك الترويق أو الغدا ترجع على البيت عشية تتعشى طبخ تعمل رياضة أكيد تتحرك كتير يعني في كتير 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 طرق إنك تقاوم البدانة وهيدي تما تنصح، وإذا حابب تضعف بك تبعت لي كلمة فتاست ومناخد هالشغلة من هون. انا صراحة عملت الفتاس بزحلي ايه طلع عندي كتير عرفت قد ايه كان وزنك وقت رحت على زحلي تقريبا 88 ها شفت من كم يوم من كم سنة صراحة من شي سنة ونص ايه شوف يعني هيدي معدلك 4 كيلو كل سنة اذا حسبهم بعد 10 سنين 40 كيلو يعني 130 كيلو طب معقول لي شي حركة اعملها بالسيارة مثلا هيك تساعدني شوي عم جاهز هلا بتخلص 4:30 شغلك وشغلك سيلز يعني بتنزل وبتقوم يعني بتنزل على محلات شو انت شو سيلز بشو باي دومين ووتر تريتمنت انا صراحه بجرب امشي شوي يعني عندك ورش اركض شوي يعني بشغلي بصف السياره عندك بيدومتر بتقولي انه صف باخر الباركينج ومشي ايه عندك هالاشياء عندك بيدومتر لا طب اول شيء جيب بيدومتر لنبلش اوكي تأكد انه رح تعمل 10,000 فشخة بالنهار، خد معك سندويشاتك، عم بوفر عليك مصاري بشكل مش طبيعي يعني، اوكي؟ ورجع احكيني بعد شهرين وشوف شو حيصير فيك، اوعك توقف اكل بدون ما تكون متأكد كيف بدك تتبع السيستم، عن جد تعال شوفنا، والله مش انه اكيد بهمنا نشتغل واكيد بهمنا بس انه نحن كتير فينا نساعدك نعلمك كيف تعيش بهالطريقة هاي. بس هلا اذا بدك شيء على السريع هلا جيب بس بيدومتر فيكم من عنا فيكم من وين ما كان واهم شيء انك تبلش تنتبه على حالك وتضلك تطلع على الميزان لانه اكيد اكيد على تصاعد الموضوع يعني اوكي تكرم عيونك اهلا وسهلا فيك
نكمل نتلقى اتصالاتكم ونقرا ايميلاتكم، نقرا ايميلاتكم او نقرا واتساباتكم على 0398-91-99. وعندي اتصال على 0595-88-85. الو قلبي، بونجور. بونجورين. بردون، عندي رفيقتي. نعم. هي مع بولينيا. معها شو؟ بولينيا. بوليميا، اوكي. يعني بتاكل وبتستفرغ؟ مية بالمية. اوكي. فلي فترة عم بحاول ساعدها بهالموضوع انه لازم، بس هي خلص اخذتها عادي. هي كل ما بتاكل، لانه صار في نوع جديد هلا فات على الخط من النوع الاستفراغ، صار في بنات شو ما بياكلوا بيستفرغوا. البوليميا اجمالا وقت ياكلوا كميات، يعني بياكلوا بشكل مش طبيعي، بياكلوا 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 بياكلوا، يمكن ياكلوا 3000 4000 وحده حراريه على الوجبه الوحده ويروحوا يستفرغوا. بس في شيء فايت على الخط، هي اكثر كمان توصل، يعني اكل مش طبيعي. ايه بس هي عم تسمعنا هلا؟ لا ما بسمعكم. ايه انت ما فيك تساعديها ولا انا فيني ساعدها، هذا اول شيء انا فيني اشوفها ومنشوف اذا فينا نقنعها. بس بمعظم الحالات هذا بيكون وضع نفساني، يعني بدت تروح تشوف حدا يساعدها، لانه اجمالا بدها علاج، يعني مش انه قصة تكوني فكانت. هلا هي صار لها تقريبا شي 6 سنين او 7 سنين. ايه على نفس العادة، واهلها يعني بيعرفوا بهالموضوع، بس هي بتكذب عليهم تقول انه وقفت وهيك، بس انه بعدها. ايه لازم تشوف حدا متخصص بهذا الموضوع صراحة. طب شو السايد افكتس تعوله لبعدين؟ كتير 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 كتير. اول شيء الاكيد اكيد اكيد انه ما بتكون ضعيفة. هيدا اكيد صاحبتك وزنها شوي زايد. لا هي اول فترة كانت كتير رفيعة، يعني ايه ما هي بيكون في بالخمسينات هيك شيء. ايه بس بعدين صار تنصح تضعف تنصح تضعف، ولا وزنها يعني عادي نورمال. قد ايه يعني نورمال؟ بعتقد بالستين هيك شيء. ايه بس ما مبين عليها اوفردوز او شيء. ايه بس بدي اقول لك شغله، هلا هي كمان بتصير اجمالا من بعد الانوركسيا، يعني الولد بالبنت تنقول بعمر 12 13 سنه عندها ريسك يصير عندها انوركسيا، توقف تاكل، تضعف 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 كتير. وبعدين اجمالا ما في شيء بتتبع، في نسبه من هالبنات بيصير عندهم البوليميا، يعني بيرجعوا لانه خلص داي ديفلوبت بروبلم مع الاكل، بطلت علاقتهم بالاكل علاقه مزبوطه ابدا. فهيدا على المدى الطويل اول شيء بتعمل بزيد نسبه الكانسير تبع الاوزوفاج، بتهري سنانها كلهم 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 من وراء الاستفراغ من وراء الاسيد. عليهم انه هيك رقاق من قدام. ايه اجمالا كمان بيصير عندها وزن زايد، ابدا ما بتكون ضعيفه، لانه وقتها بتستفرغي في كتير نسبه كبيره من السكريات ومن الوحدات الحراريه اوريدي انت بلعتيهم قبل، حتى لو بعضهم ببطنك، بس جسمك ببلش يمتص السكر والوحدات الحراريه من تمك، يعني فبتكون هي مفكرة انه هي عم توفرهم تروحهم كلهم. رابعا حياتها بتصير جحيم، لانه هذا شخص بيصير عم، يعني كيف انا بفكر كيف بدي مثلا شو بدي البس شو بدي اعمل، عندي مليون هم، هي عندها هم شو بدها تاكل قد ايه بدها تاكل، constantly thinking of food it drains her، يعني منه شيء بتمناه لحدا ابدا ابدا. اكيد اكيد في لها علاج، واكيد فيها تتعالج، ولازم تتعالج، ولازم تبلش تعمل رياضة. أنا برأيي لأنه الرياضة بتساعدها كتير 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 تعمل كنترول على قديش فيها تاكل وقديش بتصير الكريزة عندها، يعني إذا كانت عم بتصير معها مرتين بالجمعة، الرياضة بتصير معه مثلا مرتين بالشهر. هي أول شغلة. وتاني شغلة بدها تخفف وجود الأكل بالبيت، يعني إذا بيتها محاط بأكل بلا طعمة كمان ما بيساعد. ففي كتير كتير نقاط لازم نشتغله، مش أنت اللي بدك تساعديها، هي بدها تساعد حالها. أوكي. لكي قولي لها تتبعني انا على فيسبوك، بقول انا وين باي عياده بكون اوقات، لان بنطنط بين العيادات. انا من قبل انا واصغر عندي دايت عندك بالعيادة. ايه بقى خليها اذا شي نهار انا اكون بحب شوفها. اوكي اكيد اذا انا رأيك. اوكي ثانك يو، ميرسي لاتصالك، اهلا وسهلا فيك. شو اليوم فاتحه معنا الاتصالات؟ الو الو، بونجور. بونجورين، كيفك مدام؟ الحمد لله كتر خير الله. سوري معك علي، بدي بس اسالك بشغله. تفضل تفضل علي. في عندي شغله انه انا بس اكل بعطش، يعني بعطش كتير، لازم على كل وجبه اكل لازم يكون في انينه مي حده. اوكي هاي وحده. الثانيه انه بس خلص اكل بيجي عبالي الحلو، بيجي يعني عبالي لازم اكل شيء حلو، شو ما كان، شوكولا حلو من برا، شيبس، يعني لازم اكل شيء. اوكي واذا ما اكلت شو بيصير؟ يعني كيف واحد هيك خلص بيصير جسمه بحكه لازم ياكل شيء من بعده؟ انا هيك قد ايه بتنطر لترجع تروح تاكل شيء؟
قد بتنطر وقت؟ مرات دغري يعني بكون محضر الحلو على الطاولة أنا وعم باكل مشان بس خلص دغري دغري آكل. وشو قنينة المي لازم تكون موجودة؟ قنينة المي يعني منا شي غلط، بشرب كثير مي أنا وعم باكل. أبدا أبدا منو شي غلط نهائيا قنينة المي أبدا، إلا إذا عندك رفلو. بس إذا أنت بتشرب، لأنه ما عندي رفلو أبدا. مليارين ألف مليون مرة مي ولا مرة صودا، يعني ما عندي مشكلة بقصة المي أبدا. لا ما بشرب بيبسي، ما بحب البيبسي. ايه؟ ما بشرب عصير وما بشرب شاي. ايه ما أنا غلط، ما أنا غلط أبدا المي أبدا أبدا، هاي ما نعت لنا هم، هاي شيء لعجنب. هلا قصة الحلو هاي دع لك، أول شيء في تفسير علمي للي عم بيصير عندك. في ناس بيمكن أوقات بتاكل شوي زيادة عن اللزوم، كمان مو بتاكل بسرعة. صح بسرعة. ايه وقت بتاكل كتير بسرعة جسمك ما بيلحق يبعت، ما هو بده انت تخيل انت اكلت هالعروس اوكي، او اكلت صحن الفاصوليا ورز، لنقول انك عم تاكل اكل صحي، بدك تلعوسهم وبدهم ينزلوا على معدتك، معدتك بدها تهرسهم 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 تيصيروا بيوريه بيوريه بيوريه، وبترجع بدهم يفوتوا على مصرانك يقزدروا بمصرانك، اذا بتفتح المصران تعرف قد ايه طويل يعني. إيه لحتى صحيح. يرجع من بعد ما يتكسروا ويفوتوا من مصرانك على الدم، ومن الدم يبلشوا يفوتوا على الخلايا، وفي شيء بده ينقمر يطلع على الدماغ يقول له لدماغك انه انت اكلت وشبعت، حاجة تفرز هرمونات الجوع. طب ما هيدي الكله بدها ربع ساعه، مزبوط او لا؟ ما نكوني فكانت انت لو بتاكل على مهل، لو بتاكل على مهل وبتعطي جسمك هالربع ساعة من أصل 10 مرات، وما عندك أكيد أكيد ما عندك لوح شوكولا بوجهك يعني كمان أنه تما ساعد حالك، عرفت؟ صح. من أصل 10 مرات لح تنزل 3 مرات تشتري لوح شوكولا، مش غلط ساعتها، بس أنت عم بتحط حالك يعني أنا بأكل بسرعة لدرجة بلهت يعني مثل كان واحد راكد. ليه؟ هاي العادة العاطلة، عرفت؟ العادة ايه صحيح. بدك تطلع منها، منا مش انه انا قلت لك انت رح تقلي اه اوكي خلص لكينا مرسي مونيك رح اكل عمهلي، لا هي بدها وقت وايام رح تفشل ورح تجرب. بس اول شيء اول شيء اول شيء اول شيء بليز 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 شرب كبيتين مي قبل ما تبلش تاكل، هاي اول نصيحة. تاني نصيحة أوكي. بليز ما بقى تحطوا الحلو بالبيت، نحنا بشر، نحنا يعني نحن العين بتسكر. انت عندك كلب شيء؟ لا. طب اللي عنده كلب، انا عندي كلب ان شاء الله هو مفزور الكلب، بحط له شقفه لحمه رح يقول لي لا سوري ما بدي اكلها، يعني بياكلها واذا انا مسكتها بايدي رح يعضني تاكلها. نحن كيف الكلب عنده انستان بيقول له بس تشوف الاكل كول، نحن كمان نحن حيوانات عنا هالغريزه هاي اللي بتقلنا انه بس نشوف الاكل بدنا ناكله. فما بقى تحاربوا حالكم وتحطوا حالكم بسوبر ماركت انتوا جوعانين وتقولوا انا ما بدي اكل، او تروحوا على باتيسري انتوا مخورين، او تكونوا قاعدين عم تتغدوا صحن مجدره ولوح الشوكولا بوجهك، يعني انه شو مستنظر حتى لو علي يعني شو مس كتير من هول القصص بالبيت ما كتير بجيب يعني، بس انه بيجي عبالي كتير. هلا انا لهلا يعني عم بقول لك عنه، كل عمهلك وطول أوكي. بالك واعطيه حالك 3 ساعة من بعد ما تخلص اخر لقمه، اذا طلع عبالك انزل اشتري له شوكولا مش اخر الدنيا، بس حتنزل أوكي. مره من اصل صح. من اصل 5 سو اوريدي قطشت بالنص، وشوي شوي 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 بتطلع منها. وبدك احلى واحليين بس تخلص الاكل اعطيه حالك 10 دقائق وروح مشي 10 دقائق وتعال عندي اللي بعد عم يطلع بالي حلو. اوكي بس سؤال سريع، المي خلال الاكل بتعمل شي بطن؟ ابدا هذا حكي منه سليم ابدا، حكي مش دقيق ابدا. طيب. هذا الحكي مش دقيق ابدا. معي أوكي. اخر اتصال قبل بريك. الو بونجور. بونجورين. أنا طولة 1.70 متر. نعم. وكل عمري ضعيفة بحياتي، ما عملت ولا مرة رجيم ولا هيك. أوكي. بس في مرة صار معي فقردان صار يهر شعري وهيك، فرحت عند الحكيم عطاني دواء لأنه كان قاشط معي الحديد وعطاني دواء مثل أنه كومبلت مع أليماتير لشعري وهيك. وبهيدا كان وصل وزني للكرنفسات. بهالفترة وقت أخذ صرت أخذ هول الأدوية صرت أكل كتير كتير كتير، فرجع طلع وزني شوي لـ60. أوكي. هلا صار وزني شي 64 بس بعمل سبار وبجرب ما كتير اصلا ما باكل كتير قصص ترياندييز وهول الاشياء. أوكي. بس عندي بطن بدي اشوفه هالبطن انا اللي بدي ما انا اللي بدي اقرر اذا عندك بطن، لانه اللي عم بحكي انت شخص كتير عنده هوس بالاكل يعني. وقتها كنت 47 كيلو قديش كان عمرك؟ كان عمري يمكن شي 18 او 19. يعني كنت انوركسيك؟ ايه بس لانه كنت عم بشتغل وبالجامعة وهيك، سو اوقات ما يكون معي وقت اكل،
لهيك أشطت هيدا أشطت هيك بسرعة. ليش قديه بدها عروسة اللبنة تتبلعيها يعني؟ ما بحرف هذا حكي ما تحكولي إياه إلي أنا مونيك بسيلة زعرور، ما عندي وقت أكل يعني، عرفتي إنه هلأ مش مشكلة حبيبي، مهم أنت تعرفي حالك شو بك. هلأ أنا لا بعرفك ولا بتعرفين، هذا أحلى شي بالراديو، أحلى شي يعني، ما تاخديها بيرسونال. أنا عم بحكي مع وحدة اسمها جوزيان، يمكن أنت أوكي. اسمك جوزيان، يمكن اسمك عفيفة، ما بعرف أوكي. بس فهميني اليوم أهم شي تكوني فهماني وضعك، أنه أنت شخص عنده تندانس يعني، عندك أوبسيشن بالأكل، هواسك الأكل يعني، أنت من نهارك بتفكر كتير 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 بالأكل، عم بياخد كتير من دربك، هذا الشي لازم تتخطيه. وإذا أنت ما بأكل كتير، ما هذا لأنك كتير كتير عندك your control freak على الأكل. إذا طولك 1.70 ووزنك 64 أنه أنا بتصور أنك بتعقدي. وبعمل فطور يعني، بعمل مرتين بالجمعة فطور، هن 3 و5، والصبح حطول بجرب أن أكل تارتين، وكثير بأكل طبخ يعني، بفضل الطبخ على الأكل هيك وبتعقدي يعني. وجسمك بيسطل وبعقد، وين وبطنك يعني؟ بس بعطيلي صورة تشوفه، لأنه أنا 99% ما عندك بطن، لأنه هول اللي بتشوفون أنتو بالمجلات يلي يعني بيكون بطنة ذكرتها معلقة بظهرة يعني، هيدي منا موجودة بالعالم الطبيعي، هول سارو بريزانت 1 بالألف من البوبولاسيون، عرفتي؟ وقت تروحي على البحر بتطلعي بالعالم كله بتحسي أنت عندك بطن قدن أو أكتر منهم أو أقل لا منهم. أقل. أوكي باي، عم ضيعي لي وقتي، باي. فاصل إعلاني مستمعينا الكرام، ما تنسوا كل حدا بده يعمل فحص دهن مجاني، خاصة إذا عندكم أولاد، بليز 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 إذا في حدا بيعرف شي ولد بده ينتبه على وزنه، بليز ما تبعتوه غير عن صحي وسريع، بليز ما بقى تعملوا رجيمات للولاد، بليز بليز بليز، كلنا لازم ننسى الرجيم ونعيش على طريقة صحي وسريع. بعتولي كلمة فات تست على الواتساب على 0398-91-99 تأبعت لكم تفاصيل كيف يكون تاخدوا فحص دهن مجاني بعياداتنا بصحي وسريع الخمسة. فاصل وبرجع لكم. صحي وسريع، صحي وسريع بيرجع بعد البريك. To advertise on Jaras Scoop FM, call Specom on 01-488-880. 488-880. منكمل مستمعينا الكرام حلقتنا لليوم. سوري طلعت ال طلعت التنظيف اللح، فرح نبلش هلأ أقرأ أول واتساب إجينا اليوم. شو حلو إنه اليوم بحب أسمع أحساميكم. اسمع من جورجيا. أوكي جوابنا حدا من جورجيا. حدا عم بيلي هاي مونيك كيفك، أنا اشتريت البيدومتر من عندكم، عم بعمل 5 كيلومتر بيطلعوا 3600 فشخة، بصحي هيك؟ 5 كيلومتر لا مفروض يطلعوا شوي أكتر، أكيد لازم يطلعوا أكتر. ما هو بدك تشوفي أنت كبر الفشخة قدي حاطتيها يعني، ما تعتمدي على الكيلومترات، أنت اعتمدي على فشخاتك. هيدا لا مش مزبوط، بدك تفوتي أو جبيلنا إياها نصلح لك إيه، بدك تشوفي فشختك قدي كبيرة وبدك تعدليها بالبيدومتر. كنت عد على التليفون يطلعوا 10,000 فشخة، 5 كيلومتر 10,000 فشخة، كمان كتار يعني، لا دي ولا ده. معي اتصال. ألو بونجور. بونجورين، كيفك مونيك؟ كتر خير الله. معك كلود سار دوار. ايه اهلين كلود. معلي عم بلها تشويكي عم بعمل سبور. وقفت كرمال احكيكي. قوليلي. انا عم بسمع كتير انه الناس شو بتحب الحلو والشوكولا. انا بقلهم انه انا كنت هيك كتير حب الحلو والشوكولا وما كنت قادر اقطعه يعني. مزبوط. بس وقت سمعتك اقتنعت انه هو منه منيح لقلنا 100%. فبلشت خفيف لدرجة هلأ قطعت السكر انا. برافو. وقدي مرتاحة؟ نعم. قدي مرتاحة؟ كتير كتير كتير. هو مش منه منيح، تبه في فرق، منه منيح شيء وهو مضر شيء تاني خالص يعني. ايه صح. ايه. لانه مضر. فجربت قد ما بحب البوزة انا، جربت رحت قلت بدي اكل قرن بوزة، صدقيني وقت اكلت القرن البوزة جسمي ما تقبله. من بعد ما كنت وقفت تاكل حلو؟ ضليت ايه شي شهرين وشوي ما اكل حلو. قلت بدي اخد قرن بوزة. اخدت قرن البوزة كتير اتضايقت. ومن وقتها ما عم باكل شي خلص. قديه ضعفتي؟ ايه
ضعفت من انا الفات اللي راح مني. نزلت الجمعه اخذت ان عندك فتات فطلع عندي الفات 30. برافو. وعندي العضل كتير منيح خي. ووزني انا 53، طولي 1.59 متر. برافو برافو يا كلود. يعني انا مش بس من ورا، يعني من ورا ما بسمعك والسبور وهيك انا تغيرت كليا. خي ان شاء الله يا رب. عن جد جربوا. لا لازم يقتنعوا كمان، يجربوا ويقتنعوا. ايه لا اقتناع صراحه انا اقتنعت. ما هو هيدا تعيشي صحي وسريع، هو اقتناع مش رجيم. صح. واكل كتير منيح، بس هو الحلو اللي اثر عندي. اكيد عندك وعند غيرك. اكيد اكيد. حتى راح البطن من ورا الستة. اكيد انا بوافقك. ايه لانه الجسم يعني ما في اكل ما بيعرف يتعامل معه، يعني كانه انت عم ما هو نحن جسمنا ربنا خلقنا وخلق اشياء تناكلها، اليوم عم ناكل اشياء مصنعه، الجسم ما بيفهم له ما بيعرف، يعني مثل واحد انت بوكي اعطيتوني هون شو بدي اعمل فيهم، مش بدي اعمل فيهم، ما بعرف شو بدي اعمل فيهم. مظبوط. فهيك عم بيصير. صح. انت مرسي. انا عطيني مونيك وانا مشيت ومرتاحه ان شاء الله. كتير كتير عن جد ان شاء الله على طول حتى يا رب. حتى يعني عنده بطن يوقف السكر. اكيد اكيد السكر كتير بيأثر. مظبوط. اوكي ثانك يو. باي باي. مرسي يا مونيك يا أهلا. عليك. مرسي وعليك يا رب. في فويس بدنا نسمعه جو، لانه مش عم معه حق. جو مونيك انا بدي اسالك عن الكوكونات، بتعرف هلا موسمه بندقه وبنشرب المي اللي بقلبه، شو ما نفعه وقد ايه فينا ناكل منها بالجمعه ونشرب المي اللي بقلبها، المي منيحه تبعها. وسؤال تاني، الحلاوه اللي بنشتريها من السوبر ماركت هل هي صحيه ولا لا؟ ثانك يو. اول شيء مية الكوكونات انه صحيه دواء؟ لا منا دواء، عرفتي؟ مش انه فيها شوية سكر وفيها شوي 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 منافع غذائية، مش اكتر من هيك. بعدين هي تتجي من افريقيا لهون، تكون يعني عرفتي ما انه شيء انا بقتل حالي لحتى اشربه ابدا ابدا. والكوكونات كتير منيح، بس انه من الفواكه اللي شوي فيها دهن، ودهن كتير صحي. شقفة قطعة يعني انا بقصهم، عرفتي بيقصيها تاخده تقريبا كل 3 اصابع، شقفة قد 3 اصابع من تحت لفوق، وسميكة هي بدل تنقول حصة فواكه. معي اتصال. الو بونجور. بونجورين مدام مونيك، كيف حالك؟ الحمد لله. مو بعرف بدي خبرك قصتي، ما بعرف اذا فيك تساعديني فيها، يمكن بس على السريع. اوكي. انا شخص كان وزنه طول عمره طبيعي 55. اوكي. مرقت بشوك. أوكي. صار معي صدمة بحياتي، سو وقفت أكل. أوكي. نزلت 49 كيلو، بس كان عندي حرمان، يعني كنت عايشة بستارفيشن متواصل. قد ايه وقت تنزلت من 55 ل 49؟ 3 أشهر يمكن. أوكي. أوكي. رحت عند حكيم، قال لي أنت you're depressed، تعطاني دواء لبلش رجع أكل. أوكي. وإذا بدك قطعت من الأنوركسيك للبوليميك، بس ما كنت استفرغ، كنت أخذ لاكساتيف حتى أشيل الأكل من بطني بعد ما أكون أكلت كميات كتير كبيرة من الأكل. أوكي. وهلأ طلعت بظرف شي شهرين 3-10 كيلو أو 12 كيلو. يعني صرت 59؟ صرت 62. أوكي. وبعدني لهلأ ما عم بعرف أضبط حالي على الأكل، يعني كل الوقت. بعدك عم تاخذ الأنتي ديبرسنت؟ لا وقفت دغري. يعني ما قدرت، كفيت شهر عليه، بس انه رجعت اكل، بس من حدا ما بياكل لحدا فجعان. هذا كتير طبيعي. ما اليوم هلا بعدني عم بقولها، ما بعرف اذا سمعت الحلقه من اولها كمان، هذا شيء كتير كتير طبيعي من بعد الانوركسيا ومن بعد الحرمان، كتير كتير طبيعي انه يصير عندك هالستارفيشن. Continue like this. I have to find a solution. شو عملتي؟ بقدر اضبط حالي، يعني ما عم بقدر. انا فيني ساعدك اكيد، ما فينا نحل، ما فيني اوعدك انه بنحل المشكل، بس انه هيدي it's a behavioral change، يعني بدك تقتنعي انه بدك تبلشي تساعدي حالك وجسمك. وقت تحرموها لقد وتقعدوا بلا أكل، وهيدا الطريقة للي كل العالم تعمل رجيمات، إن كنت أنت لأنك عاملة ديبرشن أو لأنه حدا قرر يوقف الأكل. الجسم ما بيعرف، وكبدك ما بيعرف، وقلبك ما بيعرف، وكلاويك ما بيعرفوا شو صار فوق. إذا كان في حرب عالمية، في مجاعة، أنت عايشة ببلد ما فيه أكل، أو أنت قررت توقف تاكل، بالنسبة لإله ما في أكل.
سو وقت يبلش يصير في أكل بيصير هو بالغريزة تبع البني آدم يصير يأكل 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 تيصمد أكل. نحن عمرنا كتير، الإنسان عمره كتير، ما عمره عمر التكنولوجيا اللي صارت من 30 و40 سنة وصار في فايز أكل وصار الأكل كتير رخيص وصار الأكل كله مصنع وصار الأكل وصار، يعني بعدنا غريزتنا على السيستم. أنت نتيجة حرمان جسمك للأكل اليوم ما بيقدر يوقف. بدك تعطيه it is very normal, very very normal, very 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 normal. بدك تعطيه وقت تغيري عوادك، بدك تبلشي تعملي سبور، بدك تحطي حالك بانفايرمنت ما فيه كتير اكل، بدك تجربي تروحي على المحلات ما معك كتير مصاري تما تضطري تشتري تاخدي معك اكلاتك. هياني انا مرة وعندي 3 اولاد وعندي مليون الف شغلة، ما بترك بيتي لو نزلت السما على الارض ما معي اكلاتي. قدي صار لي بشتغل اكتر من 25 سنة، اذا انت شريتي لي ساندويش انا شارية ساندويش، اذا كتير 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 شي مرة نسيت اخد ساندويش نسيت لانش بوكس تبعي اوكي بروح بشتري، بس لا بظهر منشتري اكل من السوق لا باخد اكل معي وبس اظهر باكل مثل حي الله انسان. اذا ظهرتي معي على المطعم ولا بتفكري انه انا اخصيت تغذية عادي. فبعمل سبور كل يوم. انه بدك تحاربي، شو عم تعملي انت تتحاربي؟ ما عم بقدر اقاوم يعني بجرب يوم ما عم بتجربي لانك بهالثلاث ايام عم بتجوعي حالك، عم ترجعي تفوتي على دوامه التجويع. انا بسيك الفيسيو ما عم بقدر اطلع مثل طب تلفني وخلينا نشوفك. لان بعد انسى الرجيم بدك تتعلمي تعيشي بطريقه صحيه، مشان هيك نحن سلوغان تبعنا انسى الرجيم وعيش صحي وسريع. بدها وقت. بعدين بتجوا لعنا بتفكروا انه انا اخذت موعد كان لازم من امبارح بلش اضعف، ليش ما عم بضعف؟ بتكون وقت، لأنه إذا ما عملت شيء وما استوعبت ووقفت هالدوامة لح تضليك تنصحي. سو هلا أول شيء بدك تحطي هدف، أنا هالسنة بدي وقف أنصح، يعني لازم على القليل أخلص سنة 2019 وزني 62 كيلو. هلا أنت بتقولي لي هالقد؟ إيه، لأنه أنا بالنسبة لي هذا إنجاز. وبعدين إذا قدرت تضعفي هالسنة كان به، إذا لا سنة البعدها بتبلش تحسي بالضعف. بدك تعطي حالك وقت وإلا ما حيمشي الحال. عم بحكيك بعد 23 سنة خبرة، ما عم بحكيك لأني بنت مبارح تخرجت من الجامعة. أوكي باي، بعتي لك كلمة فات تست. Thank you. باي. حدا عم بيقلي بونجور كيفك مدام مونيك، أنا بتابعك على الإنستغرام بدي أعرف كيف بتفرز التوم، كتير كتير هين. بجيب توم كتير 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 وبضربهم بالهاند ميكسر، بعدين بحط هذا البابيه عرفتوا هيك خشخيش، بحط فوقه ملعقتين مثلا توم، بطبصهم كتير كتير، بحط ورقة تانية فوق خشخش بطبصهم كتير كتير كتير، وبصير حط لاير فوق لاير يعني كله، بحطهم بصينية بالفريزر بس يفرزوا بحطهم بكيس، بصيروا كتير رفع بكسرهم وقتها بدي أطبخ وبحطهم، ولا أهين ولا أحسن ولا ألز من هيك شيء. هيدا كتاب طبخ صحي وسريع، اشتروا الكتاب، كتاب طبخ صحي وسريع لازم 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 يكون بكل بيت. يعطيك العافية ست مونيك، كيفك شو أخبارك؟ ست مونيك أنا كتير عم بنصح بس والله ما عم بأكل يعني، بس إنه عم بنصح كتير يعني، أنا خايفة تكون الغدة، في منهم بيقولوا لي غدة وفي منهم كذا، فحبيت أرجع أحكيك يعني. والله كتير عم بتعب من النصاحة وعم بحس بوجع كتير يعني، وجع ظهر عرفت كيف؟ لا هاي بعد ما صارت. طب كيف بعرف أنا شو بك؟ قديه بتاكل؟ مين انت؟ شو بعرفني شو عم تعمل؟ رح ابعت لك فحص دهن، بليز اتصل وخذ رقمنا وروح اعمل فحص دهن وخلينا نتعرف عليك، هذا مجاني ونشوف شو بك. هلو مدام مونيك، انا وزني 60 وطولي 1.64 متر، انا بعتبر ناصحه وعندي اوفر ويت. ثانك يو. ما بعرف مدام كمان كيف بدي اعرف عن جد، كيف فينا اعرف قد عندك دهن، قديش عندك عضل، شو بتاكلي، شو بتعملي؟ مليونين الف مليون شغله. Friday 14 December. اوكي حدا دعاني عم بيعمل لي دعاية في هيدي هلا عم بقريها جوار قبلها في 2 فويس اذا بتعمل معروف، بس بدي اسألكن هون على هالرقم فينا نحجز فحص دهن. هاي اللي حبعت للفات تست هلا، عندها 2 فويس مسجز بليز بليز، بس بدي اسأل هون فيني احجز بس السؤال على هيدا الرقم، اذا هيدا الرقم اللي بنحط عليه الرسالة. هلا حدا عم بيبعت لي فويس. هاي مونيك انا بتروق الصبح الساعة 10 وبطل 10 على شغلي، من 10 ل 8 لخلص شغلي، ما بقعد باكل شيء بالنهار غير اذا بدي لقمه شيبس وهالقصص.
فبس اجي بس اوصل على البيت بتعشى العشاء اللي لازم اكله على الغداء. ف يعني عم بنزح بشكل مش طبيعي من ورا العشاء. فقولي لي مش عم تنصح اعمل كيف لازم نظم اكل هذا الشيء مني معروف. اذا من العشرة لثمانية ليه ما بتاخدي معك غدا؟ ليش بدك شوفي شو قلتي؟ لح ارجع عيد لانه كلكم هيك بتفكروا. انا بتروق الساعة عشرة وبروح على شغلي الساعة عشرة، من العشرة لثمانية ما باكل شيء بس بلقمش شوكولا وتشيبس. كيف يعني ما باكل شيء بس بلقمش؟ الاكل هو حيالله شيء بيفوت من تمك عزلعيمك نزلعيمك عبطنك من بطنك عمصرانك، هيدا اكل. كيف انت معتبرة انه انت ما بتاكل شيء باكل تشيبس وهالقصص؟ طب ما هو هالتشيبس وهالقصص بفوتوا بتمك وبتفكري انت انه ما اكلت شيء، بترجع على البيت بتتعشي عشية ساعة 8 كأنه مش اكل شيء كل النهار. انه قدي الحل بسيط، قديش وبسيط. قومي عبكرة اتروقي وخدي معك ساندويش، خديه على الظهر مع خيارتين وجزرتين وتفاحة، وعلى الساعة 8 بس تجي كلي صحن طبخ. وين ليه بدك تنصحي؟ ليش بس فسرولي ليش؟ نهارك سعيد مدام مونيك. محمد الياسير يسعد لي صباحك، سعيد اني عم بسمعك والحمد لله على سلامة ابنك، ان شاء الله تكوني عم تقضوا ايام حلوة سوا. انا عم شوفه انا لابني. سؤال صغير. من فترة شفت علبة ملح مخفف فقلت بدي اسألك عنها، بتنصحيني فيها ولا ابقى على الملح العادي اللي بنستعمله عادي بالطبخ من كتابك؟ يعني هي علبة عبارة عن ملح مخفف. كبر عقلك يا محمد. لا لا هذا بوتاسيوم كلورايد. لا لا بوتاسيوم فيها اكتر. لا 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 فقلت بدي اسألك عنها واذا بتنصحيني فيها. لا 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 نحن بدنا الان اسأل خد ملح وخفف الملح. يعني ما تاخد كاسي قال خد أنا قاسي قال اللي هو الملح تبع الطاولة بس خفف استعماله كتير بالأكل. وأصلا أصلا 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 أنا هالملعقة الملح اللي بتحطوه على الطبخة هيدا آخر هم تبع هم تبع هم تبع قلبي، لأنه الكارثة الكارثة كارثة هو الأكل. هو مثلا الملح اللي أنتم ما بتعرفوا أنه موجود بمبيض القهوة، هو الملح اللي ما بتعرفوا أنه موجود مثلا بكمية هايلة 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 بالصويا، هو الملح اللي ما بتعرفوا قد ايه منه بالبذورات، هو الملح اللي انتو ما بتشوفوه ما بتشموه ما بتستطعموا فيه. هيدا الملح اللي نحنا بخوفنا، مش هالرشة الملح اللي موجودة هلأ كل العالم ركضتلي على الهيمالايا سولتو على ناني. هلأ يا عمي ما عم تفهم انتو، ما كل واحد عم بيسمعني هلأ بس استوعبوا قديش في مصاري من ورا كل دعاية بتطلع. بس رجعوا كلوا الاشياء اللي ربنا عطينا اياها بدون ما تشتروا اشياء مصنعه، بدو قد ما فيكم رجعوا على الطبيعه، وهيدا بيكون عم تعملوا عين العقل وبس. قال لي الحكيم اشربي. والله اللي ما بيشرب شو هيدي الغنية، اللي ما بيسهر وما بيشرب لشو بالله حياته. طب قال لي الحكيم اشربي لترين مي، وخاصة عبكرة قولي له للحكيم بتاعك ده خليه بقى يوعى عبكرة ويشرب لترين مي. هو بيقدر يعني كيف واحد بده يقوم يشرب لترين مي؟ وحياة الله عن جد، وضلك بالبيت كل نهار تتفوتي على التواليت. قال بينظف الجسم. مدام اذا بتعملي معروف غيري حكيم بليز، احنا عم نشطف هون بيت عم نشطف لانه مع شوية ياس وبيمشي الحال بينظف الجسم. قال بس ما عم بقدر غيري حكيم، لانه اكيد ولا ممكن يكون حكيم طبيعي يعني. حتى لو جسمك بيعمل جرام الكلسة بتشرب لترين مي ببحر نهار، يعني تنقول كباية عبكرة كباية على عشرة كباية، يعني ضلك عم بتشرب مي باعتدال كمان. هذا اللي بفوت على استوديو ما بحط سايلنت. فغير حكيم أو دقيلنا تنفهم منك أكتر. اوكي هلو، انا بدي اسال بيا الله فرانشيسكو عم بيدق. يا فرانشيسكو بدك تدق على 0595 8885
يلا تليفونات شو بهون اليوم والله العظيم. هيدا التليفون ما هيدا سكرين بوجي ما بقدر اتلقى عليه اتصالات. 0595888885. انا بدي اسأل بخصوص ابني عمره 5 كتير بحب الاوليف نوار مع اللبنة. لك انه ايه لك ايه اكيد ايه طعميه. كم حبة بحق له زيتون بنهار حبيبي؟ يعني مدام مليارين الف مليون زليار مرة زيتون، ولا مرة مثلا تشيكن ناجتس، ولا مرة مرتديلا، ولا مرة شوكولا، ولا مرة تشيبس، ولا مرة صودا، ولا مرة. يعني اكيد اكيد الزيتون. شوفي شي صحي اكتر من الزيتون. شوفي شوفي يا جو. كل مين قال لك انه للادولت في ليميت؟ بس بور لي زانفون ما في ليميت مدام في ياكل، بس انه ياكلون يعني. يعني ابني بياكل مثلا زيتون كتير. زيتون الزيتون ربنا خلق الزيتون. بونجور مدام مونيك كيفك؟ انا بتابعك على طول من سوريا، بس حبيت اقول لك ميرسي كتير على كل شيء بتقدميه، اللي بتقولي اللي بيقويك ويعطيك العافيه. ميرسي كتير وتحيه لكل سوريا. هلو سوري انا مني عم على السمع، انا بالورك بس شفتكن اونلاين قلت بقلكن هلو. هو هو هو. كتير مهضومة جيسيكا. اوكي تانك يو. حد عم بيقلي مزبوط انه الجسم بيتعود على النظام الغذائي اللي عاملينه وبيبطل ينزل ولازم ننقزه. لازم ننقزه بتغيير النظام ليرجع ينزل الوزن. كيف بتنقزي لجسمك؟ شو بتقولي له بقى؟ يعني كيف كيف بقى؟ وحياة الله انا لازم اعمل كوميدي شو على البرنامج. مدام مزبوط انه الجسم بيتعود على النظام الغذائي. حسب انا مثلا اوكي انا باكل وبعمل رياضة، صاحبتي اذا بتاكل مثلي وبتعمل رياضة بتدوب، جسمي تعود. انا ما بقول انه جسمي تعود، انا بقول انه انا هيك جسمي بيحرق. فاذا كان واحد مثلا وزنه 100 كيلو وكان ياكل كتير كتير كتير، مقرر هيدا الواحد انه يبطل يقعد ياكل، اوكي صار ياكل كتير، تذكروا كان ياكل كتير 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 صار ياكل كتير، في اتنين كتير راحوا من اكله، هول ضعفوه من 100 صار 80، على 80 بطل صار جسمه معود على اكل الكتير. طبعا شو فكركم انه رح يضل ينزل كانه كان امبارح عم بياكل كتير كتير كتير؟ لا، ايه الجسم اذا بدكم بيتعود السادابت سوكي تري نورمال. تخيلوا ان انتم بتضعفوا كل جمعه نص كيلو، بتضلكم تضعفوا كل جمعه نص كيلو، يعني بتختفوا. حدا عم بيسألني عن نوع أعشاب هلأ ضاج الدنيا، مع أنه صار له كذا سنة بس أكيد أكيد غيروا الماركتينج مانجر بهالشركة، وعم بيسألني إذا هيدول منيح أو لا. هيدول كارثة 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 على المجتمع. بونجور، يسعد صباحكم. أنا بظرف بين 15 يوم و 20 يوم نزلت يمكن شي 13 كيلو. صاروا العالم اللي بتعرفني يقولوا لي انه اشبك شيء مريض كذا، بس هو الحقيقه اللي صار معي انه نقلت بيتي وكنت مجبر انقله بين 15 و20 يوم. بس مساق ببيتي بالجبل ومحل ما نقلت ببيروت، فبالنهار كنت اطلع يمكن شي 3 مرات على البيت على الجبل، نزل غراض وانزل. ايه بظرف 15 20 يوم نزلت هالوزن، بس الحمد لله هلا عم برجع اعوضهم. بس رح ترزن وترد فوقهم هاي الخبرية اللي لا ما حطمته بس هاي الحالة انه اذا هو قاعد بلا اكل ونقل بيته بالجبل او او مدري وين، يعني انه شو حتفرق انه حترجع تردن. ما بعرف ما قريته، لحظة بس اقرأ هذا لك. اخ لك اخ عقولك يا مونيك، لو كل العالم بتسمعك. صار لي سنتين بسمعك وحياتي كلها تغيرت انا وعائلتي بفضلك، بحبك وميلاد مجيد. ثانك يو ثانك يو. وبنحب نشكر انا مني وعلي، بحب اشكر جرس سكوب، بحب اشكر جو معلوف، لانه جو وحياه عيوني لا سين ولا جواب ولا شيء. بونجور، فضل المايك لك، ولا بيسالني ولا بيتعاطى ولا بيعرف.
يعني عطاني الثقة الكاملة وأنا بشكره، وهو من 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 وراء هالطريقة الحلوة اللي استقبلني فيها وعطاني المايك، أنا يعني بحب أقول له مرسي، ونحن كلنا لازم نشكره لأنه من وراء نحن عم نقدر نوصل لكم مستمعينا الكرام. مين قال لك تحدود يا طب شو بقرأ هيدا تبع 017 أو بعد البريك؟ بعد البريك. طيب انطور يلا بعد البريك، بعتولي فاتس إذا بدكم تضعفوا. صحي وسريع صحي وسريع بيرجع بعد البريك. نتابع ونتابع حلقتنا من برنامج صحي وسريع الأسبوعي يلي عن جد أنا كتير بحبه أكتر كل مرة بيجي. هيدي حبة الأدرينالين اللي بخدها منكم، ما فيني أقولكم قديه بحبها. في عندكم عدة طرق تتواصلوا معي، فيكم تحكوني على 0595885 أو على 0398919. معكم أخصائي التغذية مونيك باسيلا زعرور والمخرج جو جرجيس. بعد عنا تقريبا 50 دقيقة حتى نكمل حلقتنا. حدا عم بيقلي هاي مونيك بليز أنا ما عم فيني خفف أكل ولا وقف أكل، صراحة وزني أكتر من اللازم ب 12 كيلو، في شي أقدر أعمله ما أكل كتير؟ أنا من آخر وجبة أت نايت لتاني يوم بضل 15 ساعة بلا أكل. طب وحياة الله، والله العظيم بدي ساعدكم. طب كيكي 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 كيف بساعد؟ لا بعرف قديش بتاكل، لا مين أنت ولا شي. إنه شو قلت جو؟ قال قبله لح بعت لك فحص دهن مجاني، إنه بدنا نشوفك. وحتى إذا شفناك مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، إذا ما تغيرت لح ترجع تردون. قبله جو. حدا عم بيقلي هاي مونيك، can I give my kids every morning صحي وسريع brand sticks with milk؟ أكيد. and if it's okay to give them the low fat milk instead of the full fat؟ أكيد 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 أكيد. وي لح أكتب لك وي. أنا حدا عم بيقلي الياس بيقلي أنا بضل عطشان كل النهار وبشرب بالستة لتر بالنهار. لا هذا شيء مش طبيعي أبدا 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 يا الياس، بدك تشوف ليه بضل عطشان. إذا عطشان كتير وفحص السكري تبعك، شوف بركي معك مريض سكري، وشوف انتبه يعني. وياريت تحكيني، حكيني كولمي. حاعطيك الرقم 0595885. حدا عم بيقلي هاي مونيك أنا كمان بشتغل سيلز، بظهر الساعة 8 برجع الساعة 6، كيف لازم أكل بنهار تما أشتري فاست فود؟ لازم تاخدوا معكم لونش بوكس، وباللونش بوكس تحطوا أكلكم، وحتى بيكون في عندك واحدة فيها تلج هيك مثل آيس باك لونه أزرق حقه 1000 ليرة، بتحطوه بالتلاجة وبتحطوه بقلب اللونش بوكس تيضل الأكل مسقع. إذا كنت أن الأشخاص اللي ما بيقدر يعمل كنترول على الأكل لأنه حده الأكل، فيك تحطي اللونش بوكس ساعتها بصندوق السيارة، وعلى الساعة 1-2 بتوقفي وبتتغدي مثلك مثل حيالة إنسان. في ناس عندهم بيرو، في ناس عندهم ديركسون بيتغدوا بالديركسون. شو بعمل؟ مش غلط، الغلط إنكم ضلكم عايشين وعم تاكلوا برا، لأنه برا يعني غلط تاكلوا مش بالبيت. لازم بس ترجع عشية تتعشى بالبيت ووقتها تظهري، مش غلط تاكلوا برا، بس إنه كل يوم تاكلي برا. وحبعت لي كوني رقم هيدا تتسألي رقم حق البيدومتر 25 دولار. حدا عم بيقول لي هان أنا روني أوكي عمري 22، عملت فحوصات طلع عندي الLDL 234 كتير عالي كتير، والكوليسترول 300. رحت عند كذا حكيم، هاي حدا قال لي أخذ دواء، وكل بعين قالوا لي لازم أعمل رجيم، مش عم بعرف شو لازم أكل.
بدنا نشوفك يا روني كيف هالحكي هيدا. 22 سنة يعني ممكن يكون مشكلتك وراثية، أكيد بدك تنتبه شو بدك تاكل، وأكيد بدك تعمل كذا إجراءات. إذا الكوليسترول هالقد عالي من أنت وصغير، يعني ما بدي أقلك أنه بعد 30 سنة شريينك حيسكره. معي اتصال. ألو ألو وي بونجور مونيك. بونجورين، كيفك؟ الحمد لله. مونيك أنا حكيتك من يا دو سمان يا تخوى سمان. أوكي. أنا اللي باكل كنت كتير شوكولا. أوكي، بدك تخبرينا لأنه أنا ومش ذاكرة كيف العالم اللي عم بيسمعونا اليوم. أوكي، أنا كنت أكل كتير كتير شوكولات، وحتى سألتيني إذا جيت لعندي على البيت شو بتضيفيني، قلت لك شوكولاتات الأولاد. ليه؟ نحن عم نخلق بلوتو خلصناهم الشوكولاتات مع الولاد، قلت لهم ما بقى بجيب لكم غيرهم. اوكي، صرت اعمل لهم اذا بدك شوكو ماكس بالبيت، يعني بحليب وكاكاو وعسل. اوكي، وقلت لهم ما بقى بيفوت لي تشيبس على البيت، اكثر شيء بدكم جيب لكم البيك رولز، او انا اذا بدكم بعمل لكم اياه. وانا كثير تغيرت. اوكي، بمشي اكثر هلا، بروح بجيب اغراضي ماشي، ما عندي وقت اعمل سبور بين شغلي والبيت، ما عندي حدا يساعدني بالبيت. اوكي، بس بروح بجيب اغراضي ماشي. عندك بيدومتر؟ لا ما عندي بيدومتر، بس بدي اقطع عند كريستينا هلا بفرصه كريسمس فيكيشن. اوكي، بدي اقطع وما بقى عندي بطن. خي بركي نص ضعفاني 2 كيلو، يعني بتواصلنا ضعفت 2 كيلو بلا مساعده حدا. ام سو جلاد صراحه. وثانك يو سو ماتش، يو ار سو ويلكم. بس مهم هلا ثلاث جماع بعقده بتعقده، وبرافو كثير منحكينا بعد ثلاث سنين. لا بدي اقطع لعندكم بس تا اقدر اعرف قد ايه عندي، اذا عندي كوليسترول ولا لا اقدر او شيء. دونك هدول بدهم فحص دم، نحن ما بنعمل فحوصات دم، بدك نحن بنعمل لك فحص دهن بجسمك. اذا بدك اكتبي لي فات تيست. اوكي، بس كثير برافو بتعقدي. والولاد تقبلوا الولاد انه ما بقى في شوكولا بالبيت؟ مش كثير، بس لانه البيدياتر قالت لي انه انا عندي بنتي الوسطانيه عندها وزن زايد تقريبا شيء 2 كيلو، قلت لها بعمل لها دايت، قالت لي لا تركي. من وقت ما شفتها هيك وبتعرفي بالعيلة تيرغبوا الولد لعندهم بيقولوا لها تعي بعطيك الشوكولا أو تعي، قلت لهم بليز ما حدا بقى بيعطيهم شوكولا، وأنا بدي أعمل لهم كل شيء بالبيت. الجات مش إذا بدي أقلك عم بعمل إشياء صحي وسريع، إيه قد ما بقدر. مثلا أكتر شيء بحبه الصفوف، بعملهم على طريقتك، ما عندهم أي مشكلة، بس قلت لهم ما بنشتري من برا، وجوزي كتير بيساعدني. خي عن جد إن شاء الله، بس إنه إذا عملت صفوف على طريقة صحي وسريع مش معناتها فيكم تاكلوا الصينية كلها. إيه؟ لا أكيد لا، بياكلوا قطعة بس كل يوم. إيه؟ قطعة وحدة بس. قديه طيبين، قديه طيبين عن جد، مش معقول. يمي الصفوف مش معقول طيب. مرسي بوكو. مرسي لإلك مونيك. أوكي بتعقدي، برافو. يلا حكيني بعد 3 سنين. إيه؟ بس أقله للكل إنه أنا بعد ما رحت لعندك وهيك عم بشتغل. ما تخافي حابعت لك الفاتورة. ليكي بس مهم تحكيني بعد 3 سنين وتقولي لي بعدني عم بنتبه على اكلي، مش انه كريزة وما رأيت. اوكي طيب، يلا باي. هاي مونيك، انا عمري 40 وطولي 1.66 متر، وزني 70، منيح او لازم يكون اقل؟ لا لازم يكون شوي اقل اكيد. بعمل كل يوم سبور، وزني ثابت من زمان، اذا هيك كتير منيحة، وما باكل مقالي ابدا، وكل هولي كل كتير قليل. برافو، بعتت لي صورة التريدميل. برافو برافو برافو، شاب بعت لي صورة التريدميل. هاي مدام مونيك، بليز بدي اعرف قدي كالوري بالكاستنا. كل ستة، يعني بدك تحكي تقريبا كل واحدة 20 كالوري الكبيرة. اوكي هاي توداي، شو بعت لي هيدا صورة؟ فيديو شو؟ ما بعرف أنا. لينا بتقلي مونيك الستة كيلومتر 10,250 با، ولا أهضم منك يا لينا، بس محسب البا تبه. لا مش مزبوط، 6 كيلومتر تبعولك انت 10,000 فشخه، بس في ناس بيعملوا 10,000 فشخه وما بيلحقوا السته، ما بيلحقوا اقل. يعني حسب، اذا سته عم تمشي 10,000 فشخه، هي عملت 10,000 فشخه بس فشختها غير فشختك، فمش ضروري كل انسان يكون عم بيعمل زيت كميه الكيلومتراج بالفشخات. هاي مونيك كيفك، انا بعتلك مسج من شوي بالنسبه للبيدومتر. أنا بعيدة يعني بالجنوب كرمال، بدي نزل البودومتر كرمال ترق الجولية، فأنا لصراحة عم بمشي بالبيت نشاط بالبيت، يعني عرفتي مش سبور، فإذا هيك بيكون النشاط العادي عم يعد 5 كيلومتر 3600. لا 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 لا، عم تفهميني غلط. لا
عم تفهمي غلط الفكرة حبيبتي. شوفي هيدا البيدومتر شغلته يعد الفشخات، اوكي؟ هو ما شغلته ما فيه جي بي اس، يعني نحن ما قلنا لكم انه هيدا بيعد الجي بي اس. هلا انت بتفوتي على البيدومتر قد ايه كبر فشختك، في واحد عملاق يمكن فشخته 70 سنتيمتر وفي سته فشختها 10 سنتيمتر. وقت انت بتقولي انه انا عملت 3000 فشخه وفشختي 70 سنتيمتر، يعني انت عملتي 2100 متر، يعني عملت تقريبا شي 2.1 كيلومتر. سو مشان هيك عم بقول لك ما تعدوا الكيلومترات، عدوا الفشخات ولا مره ولا مره بطريق صحي وسريع او بطريق الراديو. انا طلعت قلت لكم حطوا البيدومتر تتعدوا الكيلومترات، بتحطوا البيدومتر تتعدوا الفشخات بوان على لينيا. بتحبوا اكثر ومنه أكيوريت انتبهوا الكيلومتراج. أنا وقت بركض عندي ساعة فيها جي بي اس بنطرة أوقات 5 دقايق تطلقت الجي بي اس من الـ على الساعة وتروح أركض وهي مزبوط بتقلي تقريبا قديش ركضت كيلومترات ساعتها. Is it clear؟ هاي اللي عم بتقلي طولي 1.70 ووزني 66. بعتي فويس مسج قبل. بونجور مدام مونيك، ينعاد عليك. انا مولدة الي 6 شهور بس بعده بطني يعني عم بدب شوي شوي، بس صار هيك رخو كتير واجري شوي من فوق عن الفخاد هيك عرضه. هذا الشي بدب بيرجع اذا عملت بس الليبتيكال وتريدميل؟ اذا عم بترضعي ايه اكيد اكيد اكيد، هيدي شغلة الرضاعة ترجع تشلكن ايه هنول. هذا عم بيقول لي كان عندي الكوليسترول 215 يعني شوي اعلى من اللزوم، ما اخذ الدواء وامشي وحركه صار 175، بس عندي نقص حديد. شو الكل يقوي الحديد؟ شو الاكل؟ بدك تاخدي دواء وتشوفي حكيم. هلا انت وقتها كان 215 اذا عملتي سبور وخففتي اكلك وضعفتي، هيدا ريزن انف انه يوطى الكوليسترول. هاي مونيك، انا صفا بريجننت رح خلص شهر الثالث، وزني 170 وطولي 1.75، كنت قبل الحمل 70 وبعدني 70 وعندي ديسك، بدي اكل اشياء تغذي البيبي وما اخد وزن. بدنا نشوفك، يعني ما فينا نعملك فتست انت وحبلي، بس بد فينا نشوفك اكيد. ايه مرسي مونيك، كرمال كوكونات بس ما جبتيني. ايه على معك الحلاوه انه هي فيها بدك تقري المكونات الغذائيه مدام، مثل كل شيء عم ننجر فيه. اليوم الحلاوه هي زبده السمسم، اذا زدتي لها سكر، السكر تبعه منه شيء صحي طبعا، بس منا اخر العالم اذا واحد يعني استحلى لقمه حلاوه، بعدها اصح بكتير 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 من ما يكون فيها اشياء مثل مكونات ما بنعرف كوعه منبوعه. بس اذا اوقات اليوم الحلاوه عم بيزيدوا لها دهن مهدرج، بكل الحالات هيك عم بيصير، لانه وقت عم بيفصل الزيت عم بيوسخ الدنيا كلها وما عم بتكون منيحه، فهو الدهن المهدرج اللي موجود بالحلاوه يلي هو كتير كتير عاطل ويلي بعدنا بلبنان بيستعملوه ب 99.99% بكل المصانع وبكل المطاعم، علما انه بامريكا منعوه منعا باتا استعماله واستوراده ودخله على الاكل من سنه 2017. ف هلا اذا اكلتي قطعه مش مشكله، بس انه منه كتير صحي لانه فيه الدهن مهدرج اصلا. شو ما اكلته حلو، شو ما فكرته تحطه بتمكن حلو بلبنان، فيه كتير 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 دهن مهدرج كتير. هاي مونيك، انا دايما بسمعك وعندي سؤال كرمال الجوز. بسمع انه كتير مفيد للذاكرة، فقدي لازم الكمية ناخدها حتى نستفيد منه؟ وهل اذا اخذناه مع الناس كافيه يعني بتقلل الافاده منه او شو؟ ميرسي. يعني مدام شو مفكرين انه انتم مثلا اذا معكم ديمنشيا رح تاكلي كم شي جوز ولح ما تعود في عندك ديمنشيا؟ حكي باطل 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 باطل. اكيد 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 مش مزبوط هيدا الحكي. الجوز فيه اوميجا 3 طبيعيا، والاوميجا 3 مهم لشرايين الجسم ومنها شرايين العقل. بس انه انا باكل جوز حتى ما يصير معي الزايمر، هيدا حديث ما له طعمه. اللي ما بده يصير معه الزايمر بده يكون شخص بياكل منيح،
مش على طول بتزبط. هالدراسات بتقول انه الاشخاص اللي عندهم تندنسي يصير عندهم الزهايمر فيهم يدفشوا للمرض كتير كتير اذا كانوا عم بياكلوا منيح، عم بينتبهوا صحتهم منيحة، عم بيعملوا رياضة، منو ناصحين، بياكلوا سمك، بياكلوا اشياء فيها اوميجا 3 مثل الوالنتس. بس مش معناتها انا باكل همبرجر برجع باكل وولنتس لانه الوولنتس هي حتشيل لي المشاكل الذاكرة تبعولي. عرفتوا كيف؟ عرفتوا كيف عم بيلعبوا على أعصابكم وعم بيضحكوا عليكم؟ ما فيني أخبركم، فيني أقلكم. بونجور مونيك، أنا بس بدي خبرك شيء، أنه أنا من وقت ما نقلت بنتي على الحليب العادي، هلأ بنتي صار عمرها سنة وشهر، من وقت ما أنت قلتي لنقليها على الحليب العادي صارت الحمد لله عم تاكل أحسن وصحتها تغيرت ونصحت شوي. عن جد مرسي كثير مونيك، وحبيت عايدك عقبال كل سنة يا رب. مرسي حبيبي. لا هيك أنا بعدت لك بليز كول مي، بدي أعرف مين بنتك وشو قصتك لأنه أنا ما بتذكر أبداً. شو القصة؟ بدنا الكل ينتبهوا يعرفوا شو كان بك وشو صار لك. فيك تجاوبيني؟ طب دقيقتين ودو سكوند. كيف يعني فيك تجاوبيني دقيقتين ودو سكوند؟ بدي سمع المستمعين فويس مسج، حط لها جو ماكسيموم 30 أو أنا بجاوبها. هلو، هاو ماني ليترز شود ا وومن درينك بير داي؟ انا عم تسالوني لون بيبياتكم، تطلعوا لون البيبي اذا غامق لازم تكونوا عندكم اقل مي، واذا لون بيبياتكم منيح يعني انتو عم تشربوا بالزيادة. انا مثلا باكل فواكه، بشرب شوربة، واكيد نهارتها مش حاشرب مي مثل كأني اكلي همبرجر وصويا كل النهار. حسب شو اكلين شو عاملين، لون البيبي لون البيبي لون البيبي ولون البيبي. هلا هاي رح تحطها بالدعايه جمعه الجاي جو، لون البي بي ولون البي بي وجينجل بيلز وراي. هاي مدام مونيك، ميري كريسمس تو يو اند تو يور فاميلي. الي مجدلاني من صيدا، اهلين الي، اهلا وسهلا. فرانشيسكو دقلنا. طب بليز اسمعي اي في ان. شو يعني اي في ان؟ أنا شاب عمري 22، نزلت 7 كيلو على الكورد أسوتي وضليت أكل كل شي عادي. هلأ أنا ما في كل يوم أعمل سبور، كم مرة بالجمعة لازم ضل أعمل حبلة طولة 1.69 ووزني 176 كيلو وما بقى عم بنزل. أكيد أنت عم تضحك علينا، أكيد مش مزبوط اللي عم تحكي. حطلي فوق بليز اسمعي الفويس الاي في ان فوق فوق دقيقة ودقيقة و 14. حدا عم بيقول لي هاي مونيك بحبك كتير وبسمعك على طول، وهيدي أول مرة بشارك معك. اسمي محمد، عمري 20 وطولي 1.78 وزني تقريبا 63 كيلو، كتير بحب اتحلى بعد الأكل يعني مثل ما باقي المستمعين، مدمن حلو وشوكولا. بس قديشك محظوظ، قديش كل هالأكل وما بتنصح. I'm at work now I can't hear you from the radio but why. حل عنه بيبعتوا مساج وما بيسمعوا وبقول له نو فيني اعمل هاي الشغله، بقول له نو، بقول له ليه انا بالراديو. هاي مدام مونيك كيفك؟ انا من جمعتين مرقت لعندك عملت الفاست فات تيست، طلع معي 25.2% الفات، واشتريت الكتاب من عندك ومرتي عم تطبخ، اكلاتك كتير طيبين وصحيين وتانكيو، وتغير كتير اشياء معي ومرتاح كتير هلأ بالاكل وماشي الحال، وبلشت انزل وزن شوي شوي. تانكيو بس حبيت قلك تانكيو ميري كريسمس. شو مهضوم، انا قلت ناطرة البس. مرسي، ينعاد عليك انت كمان يا مهضوم. مين ما بده يعمل فحص دهن مجاني بليز بعتولي كلمة فات تست على 03-989-1-99، مش مسج مش مسج واتس اب. اوكي دخلك جول مساجات، وين بيروحوا هون؟ بركي حدا عم بيبعت لي مساج هون. لا يعطيك العافية، ما في مثلك أبدا. أنا بشرب متة على الريق وباكل مع قلوبات وزبيب وتفاح، شو رأيك؟ يعني المي السخنة صباحا بتأذي؟ لا ما بتأذي أبدا أبدا أبدا. يعطيك العافية مونيك، بس بدي عندي سؤال. اللي بيعملوا بايبراتريك سيرجريز سليف بعد شي 7 سنين ومعدتهم ما كتير كبرت، وأكيد
يعني ما كبرت كتير، كيف شو احسن طريقة يرجع ينزل وزن طالما هني صاروا بعد ما وصل للالتيميت ويت اللي بده اياه، او يمكن زايد 5-6 كيلو يرجع يشيله وينزل للنورمال رينج؟ شو احسن طريقة يشيله؟ وفي عندهم possibility يشيله لانه معدته تعودت على كمية اكل معينة، واذا نزلوا عن هالكمية كمان؟ ما بقدر جاوب جو، يعني سؤال بالوما، لا بعرف وزنك، لا بعرف طولك، لا بعرف شو بتاكل، لا بعرف قد ايه كان وزنك. طب كيف بجاوبك؟ يعني في اسئله ما فيكن تسالوها هيك عامه، يعني حسبوني اني كتير شاطره وكتير ذكيه وكتير كتير، بس ما معي رمل، ما عم بصر. يعطيك العافيه مدام مونيك، انا بحب النسكافيه كتير، بشرب مره قبل الظهر ومره من ورا الغدا بعد الظهر. طب هلا هالكوفي ميت اللي عم بتقول عنه منه منيح. انا ما جبت سيره كلمه حدا بتخطبوا لي ويت وحيه الله، يعني فيني اشرب فنجانين الصبح قهوه كل نهار بيأثر بضايق، يعني فنجانين الصبح من دون سكر اكيد لا، القهوه اللبنانيه كتير منيحه ما بها شيء، اكيد لا ما في مشكله. بونجور دكتوره مونيك، وما تقولي لا مانيك دكتوره، دكتوره ونص. ماني دكتوره، وابني زبط اخذتهم عندك هذيك الجمعه وصارت عم تظهر معدته مليار بالمية سكر توب، وقفت له دواء بزيت النهار اللي رحت لعندك جد الليله، وقفت له اياها ومشيت مثل ما انت قلتي لي. كتر خير الله. ويعطيك الف عافيه ودكتوره وحبيبه قلبي، واللي عندك فوق بالسوق الصبايا توب 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 بعده. وميرسي كتير ونهارك سعيد وبونجور وينعاد عليك. شوفوا الحكمة بلبنان، 8 سنين دوا صار له كذا سنة بياخد أدوية، وحياة عيوني ما عطيناه ولا دوا، بس غيرنا له أكله، علمناه كيف يأكل، ياخد كورن فليكس تبع صحي وسريعة بكرة يلي هو بس فيهن خالي، ما فيه دوا ما فيه شيء أبدا أبدا، ويأكل 2 كيوي عالريق، إبرة وشلتوا أكيد طبعا، تاني رجيم غذائي. 8 سنين عمره الصبي، 8 سنين جنات. أنا بس حكينا على التليفون قلت له شو بدي أعمل لك، شو بعمل فيه بس يصير عمره 30 سنة، عم بياخد دواء كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، أوقات حبة أوقات حبتين. هاي مونيك، بدي أسألك عن عشا الكعك والشاي أو حليب أو حليب وكعك، شو رأيك فيهم؟ ما في مشكل، من أي متى الحليب والكعك غلط وساندويش الشاورما صح؟ من اي متى من اي متى من اي متى؟ يعني اوكي الكعك فيه زبده وفيه سمنه بعرف، بس ما هذا الاكل الاصلي، هذا هو شو يعني. بعدين في الكميه، عرفتي قد ايه بدك تحطي وقد ايه بدك تحطي سكر؟ ذكرتيني نحن وصغار انت كنت تعمل هيك جو، حنجد لا كان في كورن فليكس ولا نور فليكس ولا شيء، نجيب هالكعك ونكسره وننزله بالشاي ونحط له سكر تتذكر، وننزل كنا عودين نلعب وننط ونركض وننط ونلعب، وكانت الدنيا بألف خير. عن جد وين صرنا؟ ما بعرف، انا ولادي اوقات بيجيبوا كورن فليكس بيروحوا، لانه انا ما بجبرهم يبروا، خلص فاتح لكم حساب بالمحل روحوا لعند تراز وشوفوا شو بدكم تشتروا، بيجيب لي اوقات كورن فليكس بقول له ماما هيدا ديسير، انت عم تتروق انت عم بتفوت سمعة بكرة، بس انه شو بدي اقوله من وقت لوقت مش مشكلة، بس وين نحنا كيف كنا ناكل؟ على القليلة كنا نحط سكر عادي، هلا دول كله 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 كورن سيروب وكله اشياء مصنعة مواد حافظة وفيتامينات بيزيدولكن اياها وبيبعولكن اياها وبيقولكن غني بي وغني بي، وانتو لا بدكن غني بي ولا بغنيني، نحنا بدنا ناكل اشياء عادية. اكيد مدام، مليارين الف مرة كعك وحليب، مليارين الف مليون مرة كعك وحليب، ولا مرة شي تاني ومش رح اقوله. قبل البريك اوكي، في كل عالم عم تتشكرني على فحص الدهن، حدا عم بيقول لي يي بعتت الصورة عم بتقول لي I got it much thanks Monique love you and merry christmas، اشتريت صحي وسريع، مبروك الف مبروك عن جد. الياس طلبت منه يدق لي مفاهيم فات تست، رح نبعث لهم فات تست. رح اقول اخر، لا مش اخر هلا. هاي مونيك، ان ابل ا داي دازنت كيب ذا دكتور اواي، جربته وما مش الحال، اكيد التفاحه لحالها ما رح تاثر ابدا. هيدا حدا كمان بده فحص دهن، رح نعطيها فحص الدهن، وعلى امل انه نلتقى بعد الفاصل الاعلاني. بس بليز بدي اقولكم انه جربوا قد ما فيكم، بعتوا لي كلمه فاتس اذا بدكم تعملوا فحص دهن مجاني من عيادات صحي وسريع. صحي وسريع، صحي وسريع بيرجع بعد البريك.
منتابع مستمعينا الكرام حلقتنا لليوم. ما بعرف قد ايه في واتسابات، رح جرب جاوب الجميع قد ما فيه بسرعه. بليز بدي يبعث فويس مسج ماكسيمم 30 ثانيه. بونجور مونيك، بس بليز بدي اسال اذا الافوكا بنصح واذا منيح للصحه او لا، بس اذا كل يوم بدي اكل واحده. ايه هاي مونيك، بس بدي اسالك اذا الشاي الاخضر والقرفه اذا شربناهم من بعض الاكل بيشيل الكوليسترول. يا عمي كبروا عقلكم يا عمي، شو بده يشيل يعني؟ شو باكل همبرجري وبشرب شاي اخضر يعني بيمشي الحال؟ لا، الجواب لا 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 لا، ما في شيء بيشيل غير انكم تخففوا الاكل وتعملوا رياضه وتحسنوا حياتكم وتنتبهوا على اكلكم. هل الشاي الاخضر شيء منيح تشربوه؟ انه ايه حسب قد تحطوا له سكر. الافوكا كل افوكا يا 300 وحده حراريه شيء منيح؟ طبعا شيء منيح، مش لانه افوكا، لانه ربنا خالق وانتم عم تاكلوا شيء بدون ما يكون في صناعه ولا البني ادم دق فيه، بعده صاغ مثل ما ربنا خلقه، أكيد هذا شيء منيح. بس بوان على ليني هيك بتكون تفكروا. حبيبتي أنا بعد العشاء بساعة باخد أبعى موزة وملعقة كبيرة من الحلاوة، بتنصح على المدى البعيد إنه مدام حسب شو عم تاكلي كل نهار، أكيد حسب إذا كل نهار ما أكلي شيء هذا عشاكي، لا حسب شو عشاكي، في مليار زليار ألف شغلة بتفوت بالخطوة. غلط واحد يأكل عروس موز وشوية حلاوة؟ لا مش غلط، أحسن بمليون مرة ما تأكلوا تشيز كيك. يلا يا الله سوري أنا بالشغل هلأ ومني قادرة أحكيكي، ما في مشكل. مرحبا يا أحلى مونيك، أنا إيناس من الأردن، بعتلك الأسبوع الماضي بخصوص أني خايفة أحبل، وزني عالي ونصحتيني ما أستنى لما أضعف وبعد الولادة بنحف، وممكن تابع معكن أو أونلاين وممكن أعرف التفاصيل وكيف بقدر تابع معكن أو أونلاين؟ بحبك أكيد مدام، كتبي لنا على أونلاين أونلاين at وين هاي الات at swsdiet.com. اتصال. الو مرحبا. مرحبتين. كنت انا بعت الفويس بالنسبه للبارياتريك سيرجري. ايه بدي اسالك، انت عاملها من 7 سنين؟ اوكي، قد ايه كان وزنك وقت عملتها؟ 134. اوكي، وقد ايه وزنك اليوم؟ قد ايه نزل؟ 95. 85 صرت 95. اوكي، من 7 سنين. ايه اول سنه ضعفت 88 وبعدين رجعت رديت 7 كيلو. ما اول سنه، على 3 سنين نزلت 88. اوكي يعني اول 3 سنين. عظيم. وهل كبورشن اكل بعده تقريبا ما نفس الشيء؟ اكيد بس احسن نفسي. اوكي، بس الفكره ما عم ابدا مش عم بنزل وزني، عم بعمل سبور. عم تعمل سبور؟ شو عم تعمل سبور؟ بعمل الابتيكال. قد ايه؟ نص ساعه. نص ساعه كل يوم؟ كل يوم يعني مش كل يوم، فيني اقول ارتد 4 ايام بالاسبوع مشان الشغل وهيك. انت شو بتشتغل؟ بشتغل بمكتب. يعني قاعد كل النهار؟ ايه هالشي. سو انت قاعد كل النهار و بتعرف كم ساعة في بالجمعة؟ في 168 ساعة. انت بالهال 168 ساعة بتعمل ساعة ونص إلبتكل، ما هيك؟ تقريبا ايه. طيب ما بيقدوك. في ناس ما بيقدون، بتقلي طب ليه يا مونيك ليش هالظلم؟ انا صاحبي بياكل قدي على 3 مرات، ما انا عامل بارياتريك سورجري وانا ما فيني اكل. هيدا صاحبي حدي بياكل قدي على 3 مرات وما بيعرف، ما عنده اسبادري ببيته ووزنه 70 كيلو بياكل كل النهار وما بقول لك عيونه خضر وعيونك زرق، الدنيا مش عادله. ايه بس انه في ناس بتحرق اكتر من ناس، وفي ناس جسمه بيطلب اكل اكتر من ناس، وفي ناس تنصح بكتير. يمكن انت اكيد انت واحد منهم، بس انت غير انك عملت العملية شو عملت؟ ما غيرت حياتك يعني، ما صرت انت انسان رياضي وبيعمل سبور كل الوقت. ما انا هذا رأيي، لانه دايما بحس حالي تعبان يعني، ما في عندي انرجي، لانه يمكن يعني يمكن ما مبلش ابدا، ويمكن عندك فقدان. عم تعمل فحوصات؟ يعني مش كل سنة. طب ليه يا حبيبي ما بتعمل فحوصات؟ انا وباكل صحي وبعمل منيح وكل سنه كل سنه كل سنه كل سنه بعمل فحوصات لانتبه على حالي، شوف شو بني اذا عندي فقر دم. وبصير كمان عم طالما هيك صار عندي اوبورتونيتي احكيكي، بصير معي كمان امرار انه باكل وقع على الغداء دغري بجوع وراها دغري، يعني بصير عندي جوع دغري ورا الاكل هيك شجر رش بعد الاكل. هذا لانه بصير عندك دامبينج سيندروم بيقولوا له اوقات كمان، يعني يمكن ما بعرف بصير العيان يعني.
يعني بدك جلسة، يعني مش معقول تشيل 70-80% من معدتك وما يكون عندك أخصائي تغذية بتوثق فيها وبتحكيك وبتتواصل معك. يعني ما فيك مش معقول تكملوا هيك، ومش معقول تعملوا العملية وبس بس بس تعتمدوا على العملية. طب ما رحموا لجسمكم يعني، طب ما انه ساعدوه. عرفت شو قصدي؟ 100%. بدك تتغير، بدك تعمل سبور، بدك تبلش تشوف اول شيء بدك تعمله تروح تعمل فحوصات دم، تشوف شو ناقصك وتبلش تعالج حالك. نبلش من هاي تنقدر نطلب منك تبلش تمشي. بس تبلش تمشي بطلب منك تتغير، بعمل لك ريجيم، بحسن لك اكلك، بنتاكد انك عم تاكل بطريقه مزبوطة، لانه اوقات بتقضوها عم تاكلوا اشياء سريعه واشياء دسمه، انه في كتير مشاكل. ايه بدها وقت، بدها ايه. ماشي، thank you so much. رح بعتلي فات تست حتى ابعت لك فات تست. اوكي thank you. اهلا وسهلا فيك. بونجور مونيك، كيف صحتك؟ ماشي الحال؟ خليك الله يخليكي. بس عندي ابني عمره 11 سنة، بضل معدته كامشي، يعني بس يخرج بكى بحس معدته ماسكي على طول. شو فينا هيك الشيء لحتى نطري له اياها للمعدن؟ بدي اشوف مسيو شوبيه شو قصته، نتاكد انه ما عنده مشاكل صحيه ونعطيه حميه غذائيه، نشوف اذا بتتعالج. اوقات الاولاد اليوم ما بقى عم بياكلوا طبخ، ما بيعرفوا شو العدس بحامض، ما بيعرفوا شو شوربه العدس، ما بياكلوا اكل، كله اكله نواشف واكل بلا طعمه، وبيشربوا لها الشوربه مع المعجنات والمعكرونه عشيه. انه من وين بدها تظهر معدته المعطر؟ يعني ما بعرف، اذا فيك تحكيني بيكون احسن، او ابعث لي كلمه فتست نشوف مع مين فينا نحولك على اي عياده. اتصال. الو. وي بونجور. بونجورين، الله يعطيك العافيه. ميرسي. بس حبيت اسالك سؤال. تفضل. بس يطلع الكوليسترول التريجليسيريد بالدم، نعم، بيسبب مثل نعاس وكسر بالجسم وشي هيك؟ قد ايه عالي؟ يعني التريجليسيريد 310، الكوليسترول 250. الكوليسترول لا، بس التريجليسيريد ايه معقول كتير. بدك تشوف السكري عندك قديه، قديه السكر. مخزون السكر طلع معي اخر مرة 7. ايه مشكلتك بالسكر اكتر، هو تريجليسيريد. يعني تريجليسيريد له علاقة بالسكر بالدم، وايه ايه الجواب ايه معقول يكون من تريجليسيريد العالي والسكر العالي. اكيد ايه. انا باكل صحي كتير بس وزني كتير، وزني عالي. قديه عالي؟ 116 كيلو. بك تضعف. وبعرف انه الكلمة والله وحياة عيوني، بعرف انه منا كلمة هينة، مش انه انا عم بقلك بك تضعف يعني انه انت حتقدر تضعف. بدك تحط برايوريتي بحياتك. اليوم قدي عمرك؟ 40 سنة. كوليسترول عالي، تريجليسيريد عالي، السكري عالي، وزن عالي، اكيد اسيد يوريك معقول يكون عالي. اكيد الاسيد يوريك مش عالي، بس عندي على طول اسيد بالمعده، رفلو كثير عالي. ايه رفلو عالي. ما بعرف اذا فيك تضعف، بدك تضعف. في اضعف، وانا شغلتي ما بتضعفني، انا شخص ف مشكلتي انه بدوق اكل كثير وما في انتظام بوجبات الاكل. جربت اعمل دايت. وبتشتغل كذا مرة. وبتشتغل بمطعم؟ بشتغل ب مطعم. شو بيعمل؟ كل شيء اكل، مش مطعم واحد، 7-8 مطاعم هيك بتشتغل. ليك ما بعرف شو بدي اقول لك، شاف او مش شاف، بتغير شغلتك ومتغير شغلتك. بس انه اذا عندك كوليسترول عادي وتريجليسيريد عالي والسكري عالي ووزنك عالي وانت بتشتغل شاف يعني على تواصل الوزن الزايد والاكل، بتموت. شو بدي اقول لك؟ لخبرك شيء، بيك عايش؟ لا. كيف مات؟ وصار بالكبد. في مشاكل قلب بالعائلة؟ لا. يعني شو بدي اقول لكم؟ بس انا بحس انه عندي، يعني انا في شيء عم يصير معي على طول، ما بعرف بدي اوصفه. كل ما باكل سكر، اذا باكل شيء دسير او دوق دسير، لو باكل فئتين صغار بحس حالي شوبت وعم بعرق. بينزل معك السكر، بيصير عندك ايبوغليسيمي، كتير طبيعي هيدي، لانه عندك شيء. هلا انا مش عم بتكهن، مش عم بعمل من هدول الهبل اللي بيعلته، بس معقول كتير. يعني اذا بدك اليوم بس يصير عندك هيك شيء، بدك تفحص السكري دغري 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 عندك، بيكون عم بيقشط السكري، وهيدا نتيجه في له تفسير. الناس اللي مثلك
ممكن كتير كتير عندهم يكون عندهم ريزيستانس على الأنسولين. يعني وقت أنت بتاكل سكر وعندك استعداد على السكر جسمك بيفرز أنسولين كتير، فشو بيصير؟ بيقشط السكر كتير كتير كتير. وقت يقشط السكر بينزل تحت 70 أو 60 بيصير ترجف كتير، بتعرق كتير، بتلعى نفسك تحتى بس وإذا وبتلعي نفسي مش بتفرق. في عندي فرق كتير قوي يا عماد. طب شو ناطر؟ شو ناطر تتعمل شيء؟ شو ناطر تينقلوك بالأمبولانس يعني يصير معك سكتة قلبية؟ إن شو ناطرين عن جد؟ I'm sure إنك unhappy وما إنك مبسوط. أحلى شيء إني ما بعرفك وما بعرف مع مين عم بحكي. شخصيت يعني علاقتك مع حالك مش حببة. إنه بدكم تاخدوا قرار قرار، يعني يا بدي كمل هيك وصير بعد 150 كيلو أو بدي أتغير. غير شغلك. هلا أنا سبعة هيدا الوزن تقريبا 6 ونص، بضعف 4 كيلو 5 كيلو بيجوا بطلعهم اللي بضعفهم. بعمل مجهود كبير لأضعفهم. بعتلي بعتلي فتس خلينا نشوفك، خلينا نبلش معك. وإذا فيك تلحقني أنا على فيسبوك شوف أنا وين بكون، خليني نشوفك أنا بس أول مرة. وبعدين البنات هن أكتر مني شاطرين بيقدروا يستلموك ويكملوا معك، بس خليني أعملك هالغسل دماغ هذا اللي عاوزته هيك غسل لك دماغك ونرجع نحطك على الطريق المزبوط. أوكي عشو ببعتلك على الواتساب على 0398-9199 او تلفين او تلفين على الاداره دغري هلا وبيعطوك. لا لا على الاداره تبع صحي وسريع جوجلت 01-325-628. اوكي اوكي تكرم عيونك اهلا وسهلا. جوفي هيدا اللي بعت لي شو بعمل هلا ما بقى رح ناخذ ولا اتصال بليز لانه بدي اخلص الواتساب شيء مش معقول قد فيه. والتفاح كمان ايه. بعدين شغله هي قالت لي انه في اكل انا كاسه لوز بالنهار. هيدا حدا عم تسأل عن شيء اخصائي التغذيه كانت تروح عندها جوفي قبل كمان فوق. اي بونجور هاي مونيك. كان بدي اسالك انا من فتره عملت تيست عند حدا سو قال لي انه في عندي البصل بنصحني والخس بنصحني. خدوا بقى خدوا الهبل خدوا قلت العقل وحيات الله وحيات عيوني والله العظيم. يعني جو لازم يعمل حلقة عن هول عن جد عن جد عن جد عن جد عن جد عن جد. I've had enough. مش مقبول مش مقبول. أنا عندي تخمة بحبك فيك تساعديني بس شي حتى تنظم حبتك وتخفف التخمة عندي. أوقات بحس عم بتسألوا العالم جو ولا أهضم منك. Yesterday I were at your clinic at Corniche المزرعة branch and I have all your products. Thank you for you and your team. دانيا زين. I didn't have a Christmas gift. Merry Christmas. I need the spoons. تكرم عينك كتبت لك تكرمي. مزرعة تيم عطوها لدانيا. هاي شو الأكل يلي بقوي الأعصاب لأنه أنا عندي وجع ظهر ما فيني أعمل رياضة دايما وأنا ضعيف. بدك تقوي ظهرك بدك تقوي ظهرك. ظهرك اللي بده يحملك. ظهرك هو سندك. إذا عندك مشاكل بظهرك شو خص الأكل اليوم أهم شو خص أنك ضعيف. بدك تعمل سبور لظهرك بدك تقوي ظهرك بدك تقوي ظهرك بدك تقوي ظهرك بدك تقوي ظهرك. محمد يا مهضوم اليسير بعت لي today الشيش طاووق from صحي وسريع book grilled مع potato and pepper without any oils. تفضل يا مدام مونيك. يمي شهيتنا يا محمد شهيتنا. بونجور مونيك. انا كنت اسمعك سنة الماضية كان ابني مع بيو وكنت جيبه كل نهار جمعة سوق ساعة ونص انا عم بتسمع عليك فهلأ كثير مبسوطة عم بسمعك. هلا سؤال بليز. الدبس جبت دبس طازة وتروقت منه كثير لقيته طيب بمقدار معلقتين تقريبا مع شوية طحينة. بقدر اكل على طول منه ولا لا في وقت دبس مثل السكر مثل السكر مدام فيك تاكليه حتى ما يطلع لي لانه انا صرت فوق 45 سنة وعم بعاني مثل الكل من سيلوليت على الفخاد وبطن عم يكبر. فيك مدام تاخدي دبس انه ملعقة ملعقتين بدل
حابالك شيء حلو، خاصة إذا دبس أنت أكيد موثوقة أنه أصلي وما فيه شيء غلط أكيد. بونجور، كيفك؟ بدي أسألك بس، البيض كان مقلي ولا مسلوق؟ قد ايه مهم للولد صغير صار عمره 3 سنين كتير. او سنتين؟ قد ايه بنعطيه بيض وهل كترتها منيحه؟ ابد منيحه، كل يوم بيضه اكيد، ربنا هيك عطينا البيض. تخيلوا انه انتكت ما عم تعملوا شيء، مثل ما ربنا بعت لنا اياها عم ناكلها للبيضه، قد ايه حلو، قد ايش قد ايش. هاي مونيك، كيفك حبيبه؟ كنت بدي أسألك بس كرمال ال 8000 فشخة اللي بتقولي أنه لازم نعملهم per day، هن عبارة عن شو؟ أنه ليه نحن لازم نعمل 8000 فشخة per day أنه بخسرونا يعني وزن أو بنحرق فيهم كالوري؟ لا بتتحرك يا مدام، تعطينا شوي ديتيلز عن الموضوع. الجسم بحاجة ليتحرك، نحن بحاجة أنه نتحرك، ف يعني معدل 10000 فشخة بالنهار أو ساعة رياضة، فيهم يكونوا متواصلين وفيهم يكونوا مقطشين، بس الإنسان مش معقول يضل قاعد عندهم خمول. مشان هيك قدرنا نعطي مثل رقم، هلأ فيهم يكونوا 8، فيهم يكونوا 7، في منهم يكونوا 10، في منهم 15، إنه بس بالمعدل هالقد لازم نعمل. يعني ربنا وقت خلقنا ما خلقنا تنقعد ونطلع بالأسانسور ونسوق سيارة ونضلنا نبرم 3 ساعات حتى نصف سيارتنا تحت البناية وما نتحرك. نحن خلقنا صيادين، نحن خلقنا لازم نلحق الحيوان تنقتله، وهيدا هو غريزتنا بعد هيك. حدا عم بياكل كمان شوربة عدس، من كتاب صحي وسريع عظيم، شو هالكتاب الرائع والله عن جد عن جد. في شركة اسمها تاتاتي بلشت معها ضعفت 7 كيلو بشهر، وناو ما عم تضعف. ما بعرف إذا عرفتي أي شركة بيعطوا الشخص الصبح والشيك والعشية غدا أنا بحضره، سو ما بعرف إذا. يا عمي يا عمي يا عمي، ألو شعب لبنان، ألو ألو ألو، وقتا بيجوا بقولكم ما تتعشوا كله هالظرف، شو إلو معنى؟ شو إلو معنى؟ أكيد 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 حتضعفوا، بس أكيد 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 حترجعوا تردون. ألو ألو، بونجور مونيك. بونجورين، كيفك؟ منيحة. أنا كليانت كنت عندك، وأنا بآمن بأنه ما في شيء اسمه رجيم 100%، وأنه في شيء اسمه عيش صحي وسريع. برافو. سؤالي إليك هو آخر ترند هي كل شيء أورجانيك و we are going organic وهيدا. انا عندي ولدين، ما بعرف اذا لازم اشتري كل خضرتي او فاكهتي organic او ببقى على يلي بنشتريهم من السوق. مدام اكيد ليك لقلك شيء، اكيد اذا واحد عنده لح جاوبيك، لانه انا وما بدي مش عم بتهجم الاورجانيك ابدا ابدا ابدا. اذا انا عندي جنينه اوكي، وانا ما بسقيها مجرير وما برشها، أكيد مليارين ألف مليون زليار مرة إنه أورجانيك، ولا مرة يكون الأكل مثل ما عم نسمع إنه عم بيجي لعنا. شو اللي بيأكد لي أنا ماشي؟ أنا مش إنه ما عندي ثقة بشي حرام، وحرام هالعالم يلي عن جد عم تشتغل بضمير. ما في دولة، ما في دولة اليوم بيجي بيقلك أنا هذا الكيلو التفاح، بتطلع فيه بتقولي عم هذا التفاح أو 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 شو عرفته هو أورجانيك؟ هو شكله الأورجانيك بيبقى غير. لا مش مين إذا أنت أكيدة، إذا أنت عارفة إنه هيدا ابن خالك هو اللي عم بيزرع وما فيه رش، ما تفكري مرتين بليز، وجيبي لي إلي أنا لو شو ما حقه أنا بدفع حقه. بس أوكي. أنا ما بشتري بقى أورجانيك لأنه بعرف أنا عندي صناعة، وأنا بعرف ما حدا بيسأل شيء ولا حدا بيقول له وينك. إيه بعرف إيه. في كثير محلات إنه how do you know how can you guarantee إنه it's real organic. I don't know هيدا جواب. بس إنه الأورجانيك انتبهي فيه فيتامين أكتر من العادة، جواب لا لا لا، صحي أكتر من العادة أكيد، لأنه ما فيه ضرر، ما فيه ضرر، ما فيه شيء ضرر إذا كان مزبوط أورجانيك. سو أنا اليوم وأخيرا جوزي وأخيرا وأخيرا قبل أنه جاب حدا يا حرام وعم بلش نزرع عنا بجنينة. شو بتعرفي شو بده الإنسان؟ بده متر بمتر للعيلة، يعني بلشنا نحن عم نزرع حتى، بس أنه هيك مليون مرة تفاحة من عندي من جنينة ولا تفاحة من السوق، ما بتتقارن. بس انه do you know are you sure it's organic then go ahead. انا I'm not sure it's sad.
عن جد it's very very sad, لأنه في شركات حرام عم بيشتغلوا مزبوط وعن جد عم بيشتغلوا أورجانيك وعن جد إنه ما بيعملوا شيء غلط, بس رايحين بالمغلايطة بهالبلد التعيس. أوكي أوكي مونيك. أوكي تكرم عينك. أهلا جو, هيدا اللي كتبت لها, حبعت لك إياها. thanks في voice message please, بس تبعتوا voice message please please, ما تبعتوا وراء كلام. مونيك كيفك؟ الله يقويك. عندي سؤال, انا حدا كتير اكتف وبعلم سبار وحاطه ساعه الفتبت بايدي, هلا بوصل اقل نهار ل 20,000 فشخه, اوقات 25,000 وبحط لي انه بحرق كالوريز يعني مينيموم 2005 او 3000. وزني اكيد ماني ناصحه, بس فيني يكون اكيد اضعف وسلم اكثر, يعني انا حدا شكلي كتير نورمال ماني حدا كتير فت. شو رايك بهذا الموضوع؟ لو ما بتعمل هيك مدام كنت انت من الاشخاص اللي حيكونوا 100 كيلو. ما هذا اللي انتم ما عم تجربوا تفهموني, انه انا كمان بعمل كل يوم كل يوم كل يوم ساعة سبور, ما بنام اذا مش عامل 12,000 11,000 او 20,000 30,000 فشخة حسب يعني, وانه انا مني ضعيفة, انه انا بس انا لو مني انا مثل ما انا بعمل يمكن كان صار وزني 100 كيلو. انا من يعني هذا اللي بدكم تعرفوه. ايه اوعى توقفي انت يا معترة اذا وقفتي تعمل سبور, ما بتعرفي ما رح تفهمي شو عم بيعمل فيك سبور وقديه عم بفيدك الا نهار رح توقفي, وان شاء الله ما توقفي. مرحبا مونيك, بدي اسالك, بنتي عمرها 8 اشهر, بيسوى تاكل بيض اول شيء وقد ايه الكميه؟ صفار البيض هلا, صفار البيض وعلى السنه بنعطيه بياض كامله, فيها تاخد صفار بيضه كل يوم اكيد. هاي شو رايك؟ سوري جو. انا شخص عمره 35 سنه مجوزه وعندي ولد عمره 7 سنين. انا ما بنصح, انا وزني ماكسيموم بقدر اوصل 40 نيالك وبقشط دغري, يعني انا اذا بنام زعلانه بقوم اشطة 2 كيلو الله. اوقات بفلت على الاكل بشكل مش طبيعي, واوقات باكل بس لان لازم اكل وبدون نفس يعني ما بلا شهيه. ما عندي شيء مشاكل بفحوصات الدم, بس شو الحل؟ ما في حل, انت هيك جسمك هيك, انت من هول اللي نحنا كلنا منكرهك وكلنا كلنا كلنا منغار مني كلنا sans exception, بس عملي سبور وعملي معدة, لانه مع العمر الناس اللي مثلك بينصحوا كتير ببطنهم, عرفت؟ انتبهي. شو رأيك بالبروتين اللي بياخدوه الرياضيين؟ شي مصنع اكتر من هيك وضحك عدقون اكتر من هيك ما خلق بقى, خلاص ما بقى فيه. ايه خير فويس. Bonjour Monique, انا طولي 1.56 متر 56 67 كيلو. ما بعمل دايت بالعادة, حب استشيرك قد ايه برايك لازم يكون وزني, وما بعمل دايت ابدا بس وقتها بدي خفف خفف وحده بالبيت. انا شخص ما بقدر اتروق ابدا, بس وقتها بدي اعمل دايت بصير مجبوره وبصير اكل غصب عني. لا مش مجبوره ابدا مدام, ابدا 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 بحبقهم لدرجه ابدا مش مجبوره اتروق الصبح. ما منروقك نحن, منا هيك ابدا, اللي ما بيحب يتروق ما منروقه بحياة حياة حياة حياتي. ما حاج اجبر انسان انه ياكل غصب عنه وهو منه جوعان, هذا اكبر اجرام بنعمله. شغله الاكيد اللي نحن بنعلمكم اياها انكم تاكلوا وقت تجوعوا, فهيدي الشغله اكيد غلط. قدي حلو, قديش قديش انا جاوبت الكل, قديش جوفوزام وما حكينا شي عن كريسمس ولا شي. بس بدي قلكن بليز 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 انتبهوا على حالكن, عيد الميلاد هو نهار التنين عشية وفقط والتلاتة الظهر. عيد الميلاد مش اليوم ولا بكرة ولا بعد بكرة ولا الأربعة ولا الخميس ولا الجمعة ولا بعد شهر. نحن هيد الفكرة انه هلأ بدي افلت على الأكل وبعدين بجانفيه بعمله غلط 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 غلط. تلفنوا هلأ بعد معكم للساعة 4 تتاخدوا فحص دهن مجاني من عيادات صحي وسريع, تنعلمكم كيف تعيدوا نهار التنين والتلاتة وتنين البعده والتلاتة البعده, وبتخلص القصة وفقط لا غير. مش ضروري يصير في إفراط بالأكل, هيدا غلط وهذا شيء مش مزبوط وما لازم يصير. كل سنة في راس السنة, كل سنة في عيد الميلاد, بليز 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 كلوا وتهنوا ولكن باعتدال. شوفوا زام إن شاء الله بينعاد عليكم يا رب, وإن شاء الله يا رب تكون هالسنة سنة خير ويغيروا لنا هالحكومة كلها من كعبة لآخرة. وجو جرجيس I love you so much, صاروا سنين ولا سنين ولا سنين ونحن سوا على الهوى, فبعيدك وبتمنى لك ألف خير وإن شاء الله تكون سنة خير على الجميع. باي باي. صحي وسريع مع مونيك باسيلا زعرور كل جمعة 12 الظهر على جرس سكوب. صحي وسريع.